خيري رمضان أستاذ ومن أهل المهنة، أكيد الحوار مش هيكون سهل معاك. أنا بحب شغل سمر يسري وبحب ابتسامتها على الشاشة، بتحسسني بألفة شديدة. أتمنى إن صدره يتسع ليا والأسئلتي بدون تحفظات. ربما الحياة الشخصية ممكن التدخل فيها يزعجني. هو المعروف عنه إن رجل هادي قدام الكاميرا، بس معايا مش عارفة بقى هيبقى هادي ولا هيقوم، مش عارفة. ما اقدرش اوعد باي حاجه لان انا مش عارف اسئله سمر راحه لفين. اوعدكم ان هكون بحريتي جدا وصادق جدا. اتمنى لما الحلقه دي تتعرض يكون خيري رمضان رجع للتلفزيون بيته. حقيقي الساحه الاعلاميه مفتقده كتير. مساء الخير. ضيفي وضيفكم النهاردة وحشنا جدا وبقاله فترة ما ظهرش على التلفزيون، عشان كده حبينا ان احنا النهاردة نستضيفه ونسأله انت فين غايب عننا بقالك كتير. خيري رمضان، مساء الفل. مساء الخير، اهلا يا سمر. منورني النهاردة جدا. ده نورك، ربنا يخليك. وحشنا جدا وحش جمهورك. انا سعيد ان انا معاك النهاردة. انا كمان سعيدة جدا. ربنا يخليك. كل ده هنتكلم فيه في الفقرة لاحقا، لكن دلوقتي فقرتي انا والعالم. طبعا انا عارفه ان انت ملم باخبار العالم بحكم شغلك وبحكم طبيعه شخصيتك، انا عارفه، بس انا لازم اسالك في الاخبار ونشوف تعليقاتك عليها، لان احنا عاده بنسال الضيوف بنشوفهم متابعين ولا لا، بس طبعا في الحته دي مش هقدر. ربنا يستر. لا مش شرط. لا ازاي، اكيد انت متابع جيد للاحداث واللي بيحصل. اتمنى. هنشوف اول خبر معانا. يلا بينا. الخبر بيقول ان فاتوره كهرباء الفنان عزت ابو عوف جت 13000 جنيه والفنان بيستغيث بالرئيس السيسي. قريت الخبر ده؟ قريته. ايه رايك بقى؟ احترمت عزت ابو عوف جدا، واحترمت ان هو راح للرئيس مباشره، لان اي كلام ما بقالوش معنى. ولما عزت ابو عوف يروح للفنان، الفنان يروح للرئيس، يبقى المواطن هيعمل ايه؟ يبقى عندنا مشكله بالفعل. والراجل اللي بيقرا الفاتوره ده قاري اسم عزت ابو عوف، يعني عارف هو بيقرا مين. بيت فيه 3 افراد جاي له 13,500 علشان ساكن في كومباوند شيك. ليه؟ بشغل كام تكييف؟ بشغل كام تلفزيون؟ انا كمان عايز اشتكي بالمره. كنت لسه هقول لك اشتكيت من الكهرباء. 3,500 في عز الصيف اللي انا ما كنتش في بيتنا، لا شغلت تكييف ولا شغلت لمبه. منين؟ يعني وبعدين بدأت تزيد خلاص زيادات بلا منطق. وبعدين فكرة طب روح اشتكي وتظلم وحاجات كده، لا دي طريقة مش كويسة. أناشد وزير الكهرباء دكتور محمد شاكر، وهو حد محترم جدا، احنا عندنا مشكلة في قرائي العدادات، فالمسألة كوميدية، ما عندناش عدد بيقرأ. بس دلوقتي ما بقتش بس بقراءة العداد. لا ما خلاص، ده أنا ملكها هو اللي بالشحن. لسه اللي ما عندوش شحن يعمل إيه؟ ما عندناش عدد بيقرأ العدادات، فاللي بيروح كل 4 شهور يروح مرة ويروح ضاربني رقم كده، طريقة خطأ تماما. الناس بتدفع بالموبايل دلوقتي، يعني يجب إن احنا ندخل عصر التكنولوجيا، الحكومة تاخد حقها بس ما تاخدش اكتر من حقها. يعني انت بتقول هنا ان الازمه مش في ارتفاع اسعار الكهرباء، الازمه في اللي بيقرا العدد. تقديرات الخطا طبعا. تقديرات الخطا طبعا. نشوف السكرين شوت اللي جايه. طب يلا. ممكن تقرا اللي انت كتبته واللي انت قلته؟ الحكومه عاملين زي الحرامي بيرفعوا الاسعار في الضلمه. تعليقك. ما طلعش النص كده بالظبط. امال ايه النص؟ اللي انا قلته ان ليه عاملين زي الحرامي مع الاعتذار. يعني انا قلت ان انا عارف ان التشبيه وحش، لكن انتوا ليه بتطلعوا بالليل ومتاخر وتروحوا رافعين الاسعار؟ طب ما تقولوا لنا، يعني حد يطلع علينا ويقول لنا يا جماعه انا مضطر ارفع الاسعار علشان عندي 1 2 3 وهنحاول نساعدكم ب1 2 3، لكن ليه بالليل في الضلمه واحنا بننام يوم الخميس اصبح الاقي الخبر كده؟ ليه هتغم الساعه 2 بالليل ولا 1 بالليل؟ طب ليه برضو احنا كاعلاميين بنستخدم مفردات ممكن نخلي الناس برضو ما تفهمهاش صح؟ ربما التعبير ما كانش موفق على فكره، يعني وارد جدا بعد ما قلته والتقيت عتب من حد في الحكومه بحبه، يعني يقول لي انا حرامي. لا انا ما قلتش انك حرامي، انا بقول ليه زي السلوك نفسه، الاداء خطا، لكن الكلمه ربما كانت قاسيه شويه. نشوف التقرير اللي جاي. اوكي يلا. الشيخ ايهاب يونس قارئ قران ظهر في برنامج وغنى لام كلثوم. لسه فاكر
فاكر قلبي يديلك كمان. قامت الدنيا وتهاجم الناس كتير على السوشيال ميديا، وبرضه دافع عنه ناس كتير تانيين، وبسبب الضجة دي تم إيقاف الشيخ إيهاب عن عمله، فنزل الراجل اعتذار على صفحته على الفيسبوك، فتحول اللي كانوا بيهاجموه المؤيدين واللي دافعوا عنه زعلوا من اعتذاره، لأنهم شايفين إنه ما عملش حاجة غلط. مع أم ضد عقاب الشيخ إيهاب يونس عشان غنى للسيدة أم كلثوم؟ ضد عقابه طبعا. كبار المشايخ، أنا كان عندي جلسات خاصة لمقرئين كبار في تاريخ مصر، كانوا بيقعدوا يغنوا لأم كلثوم والعبد الوهاب وبيعملوا دعابات وبيقولوا حاجات منتهى التهريج. حد هيقول لي بس ده طلع على التلفزيون، هو ما قالش أدبه، هو ما غناش لمطرب شعبي بحبك يا حمار، ده غنى للست سيدة أم كلثوم وقال لسه فاكر كان زمان. طب ولو غنى المطرب شعبي حرام؟ إيه، علشان لابس الجبة والقفطان هتوقف قدامه ما ينفعش، فقعداته الخاصة أوكي، لكن هو أراد، هما بيدرسوا الأداء الصوتي، المشايخ دول ناس علماء طبعا. لما يطلع يقول لي أنا متفتح ومستنير والغناء الحلو حلو والوحش وحش، ده تحبب الناس في الشيخ الأزهري، ما تكرهش فيه. حتى لو أردت أقول له حلو بس بلاش تطلع بالجبة والقفطان وتقرأ قرآن بس، لكن بلاش تغني، أقولها له بشكل خاص وما عملهاش أزمة. لكن إحنا بقالنا فترة كل ركبه بتخبط، وأي حاجة اوقف امنع اعمل، حالة من التشنج مش فاهمة. يعني التيار السلفي عشش في جوانب الأزهر الشريف؟ طبعا بنسبة كبيرة. التيار السلفي اخترق الأزهر من سنوات طويلة، وأنا فاكر مع قيادة من القيادات الكبرى قبل ما يعتلي منصب مهم كان ماسك دار الإفتاء، قال لي الفلوس عملت كل حاجة في الأزهر الشريف. هتقول لنا مين ولا لا؟ مش هقدر أقول اسمه احتراما لي، لأنه لم يسمح لي بذكر اسمه. تمام. ولكن هو اسم كبير جدا في مصر وذات منصب كبير. قال لي السلفيين ودول دفعت فلوس علشان تخترق الأزهر عبر سنوات طوال، فطبعا موجودين في الأزهر الشريف بأفكارهم المتشددة، وفي إخوان في الأزهر الشريف بأفكارهم الشاذة، ده موجود طول الوقت. تقصد أنهي دول؟ بعض الدول اللي بترعى الأفكار المتطرفة، وبعض الدول اللي بتحاول ترجع وتصلح من مسارها الآن. ما هي الدول؟ لا مش هفضل أقولها، لأن مش هنستفيد حاجة من قولها. أنا بس أردت أقول عن الواقع بتاعنا في الأزهر الشريف بتاعنا إن عندنا مشكلة. الصوفية أم السلفية الأقرب لقلب خيري رمضان؟ الصوفية طبعا. الصوفية هي الإحسان، هي أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. فهو يراك. حالة العفة والزهد دي صعبة أن أنا أوصل لها طبعا، أنا بتفرج عليهم منبهر يعني، بس بحبهم جدا يعني. هو الإسلام الإحسان، مفيش حاجة تانية يعني. سموهم متصوفة متصوفة، أنا بحبهم. في خبر معانا عايزك تشوفه، اتفضل. ممكن تقرأ؟ سعد الدين الهلالي: المراجع تؤكد أن فرعون موسى من خراسان واسمه وليد. خراسان واسمه وليد. وليد. تعليقك ايه بقى على الخبر ده؟ بصي، انا لست عالما، والدكتور سعد الهلالي استاذ الفقه ليس عالما في هذا المجال. انا شفت الدكتور سعد بيقول ايه، وبيقول انا قريت في مراجع. يا دكتور، هو انا ينفع اقرا في بعض كتب التراث ونقي حديثين ضعاف او ثلاثه واطلع بهم على الناس؟ لو تحدث في الدين لا سكت وقلت ان حد يرد عليه. الدكتور زي حواس رد عليه وقال ده كلام تخريف، وده كلام قالوا اليهود من زمان وتقال كتير، وهذا ليس صحيح بالمره. لما زي حواس يتكلم يبقى الدكتور سعد الهلالي غلط. رايك الشخصي او رايك عموما في اراء الدكتور سعد الدين الهلالي؟ بختلف معاه كتير وبيزعل مني لما بتكلم، حتى ما بقى يعني حتى دون ذكر اسمه بيقابلني بعديها ويعتب عليا. وهيزعل منك النهارده طبعا. وهيزعل مني، بس انا له كل الاحترام، انا بحترم كل العلماء ومحبوب جدا واحنا بنحبه جدا الحقيقه، هو استاذ كبير ومعتدل جدا. عنده بعض الاراء اللي بتستفزني شويه. و زي ايه؟ استفزك اخر مره في ايه؟ يعني اخر فتوى اللي كان بيتكلم فيها عن الخمر والسكر، وانا عارف ان بعض العلماء بيقولوا كده،
لكن المشايخ الحنفية الإسلامية، هيئة كبار العلماء، الأئمة في كل العصور حتى هذه اللحظة أجمعوا على أن الخمر حرام. هناك بعض الآراء الشاذة اللي بتقول كده. طب أنا استفدت إيه؟ استفدت إيه من شاب صاحبي كان قرر أنه يبطل شرب وراح يحج وقابل الدكتور سعدي في الحج وسأله فشرح له وجهة نظره فرجع يشرب تاني ويقول لي لا على ذمة الدكتور سعدي هو حر؟ أيام الشقاوة كده والشباب. أيوة. أنت لسه طبعا شقي وشاب. لا خالص. جربت أن أنت تشرب؟ جربت زمان وما حبيتش الشرب خالص. يعني كنت بشوف المعصية دي اللي هي تستاهل أن أعمل فيها فلتيت حاجة بتلسع. جربت من باب الفضول؟ من باب الفضول. نعم. نشوف الخبر التاني. طيب فضل. تلت الصحفيين المحبوسين بالعالم في تركيا. تعليق حضرتك على الخبر؟ تعليقي أن العالم أعور، العالم يرى من يحب أن يرى. هو ليه كيف يشوف مصر؟ هيشوف مصر، يشوف تونس هيشوف تونس، يشوف الجزائر هيشوف الجزائر. أما انتهاك حقوق الإنسان اللي تمت في تركيا منذ محاولة الانقلاب الفاشلة، انتهاك عنيف. وقبل محاولة الانقلاب الناس ما تعرفش أن في تركيا ما فيش إعلام خاص. أن أردوغان عمل زي الإخوان بالضبط، لما جه خد الإعلام الخاص كله وما بقى إداه لمجموعة من أصدقائه ودخل شريك فيه، فما عندهمش إعلام خاص. ما عندهم إعلام موجه، لا عنده إعلام خاص ولا عنده صحف خاصة ولا حد يقدر ينتقد أردوغان في تركيا. فشيء طبيعي أن ده يحصل والعالم مش أخد باله. بيلعبوا بالاتحاد الأوروبي وهي مجموعات مصالح، لأن العالم بيحكمه طول الوقت. لما بتقول العالم بيجي في بالك مين على طول؟ تقصد مين؟ بيجي في بالي ثلاثة. مين؟ أمريكا، لندن، بريطانيا، إسرائيل. دول اللي بيحكموا العالم، دول الرأس والرقبة والعقل. هذه الرقبة، خلينا الرقبة بلاش، خلينا الرأس هي الولايات المتحدة الأمريكية، والعقل الذي يدير العالم عقل بريطانيا، والرقبة التي تحدد التوجهات هي إسرائيل. يعني نظرية المؤامرة. طبعا نظرية المؤامرة موجودة طول الوقت، ما مش محتاجة نظرية. المؤامرة، العالم قائم على تحالفات ومؤامرات ومصالح، وصديق اليوم هو عدو الغد. فطبعا في مؤامرات، واحنا بنعمل مؤامرات. وان ما عملناش مؤامرات ما نعرفش نلعب سياسة. ان ما عملناش تحالفات ده احنا خطأنا، ان احنا مش عارفين نعمل تأمرات وبننظر للأمور بشكل رومانسي. ترامب بيحب الرئيس السيسي، واو بطيب عشان احنا طيبين. امريكا هتبقى معانا، ده مش صحيح. امريكا تبعنا الصبح. راضي عن العمل الصحفي في مصر وحريه الصحافه؟ لا مش راضي. ليه؟ لا العمل الصحفي كويس ولا حريه الصحافه كويس. العمل الصحفي مش كويس علشان نحن نعيش منذ سنوات بعيده حاله من الفوضى، فلا يعمل به المؤهل. المؤهلون لا يعملون في الصحافه. اتعمل أقسام في إطار العشوائية، أقسام صحافة في كل كليات مصر. خرج خريجين ما بيعرفوش يكتبوا لغة عربية، دخلوا صحف ملقوش تدريب. اتعملت المواقع على الإنترنت، أي حد بقى اسمه صحفي بيكتب. طب ما هو يمكن العيب فيهم هم شخصيا، العيب في الطلبة، العيب في التنظيم من الأساس. أنا مش بلد صغير، أنا لازم يبقى بلد فاهم أنا بخرج للسوق إيه، أنا محتاج عندي كم صحيفة علشان الصحفيين دول هيروحوا فين. اسمه خريج صحافة أو إعلام وهو ما بيعرفش يتعلم حاجة وما عندوش فرصة يشتغل. طيب اللي بيطلع ده بيعمل إيه؟ بيروح موقع حد بيجيبه وتعالى يكتب أي حاجة. فتبقى سمر النهاردة عنوان في خبر إيه؟ جمهور السوشيال ميديا ينقلب على سمر يسري، ثورة عنيفة على السوشيال ميديا بسبب صورة سين من الناس. تدخل تقرا الثوره العنيفه، لا ثوره عنيفه ولا ثوره منيله، وده بنلاقيه طول الوقت، وفضايح وكلام فاضي. الصحافه لم تستطع ان تطور نفسها. فاذا نظرنا الى الاحداث في العالم، لا يوجد صحفي مصري واحد في حدث من احداث العالم، نحن ننقل عبر وكالات الانباء. فما تقوليش صحافه. وبالتالي مع ازدياد الاخطاء اصبح التربص بالمهنه شديد جدا من كل الانظمه، فاصبح هناك تضييق باشكال مختلفه على المهنه. في تضييق؟ نعم في تضييق. نيجي نشوف السكرين شوت اللي بعد كده. يلا بينا. اتفضل. دي صورة بقى انتشرت يوم 10 أكتوبر على تويتر. شفتها؟ لا. طيب اتكتب فوقها يوم 10 أكتوبر هو اليوم العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام.
ضد الإعدام، أوقفوا الجريمة وليس الحياة. إيه هو تعليقك؟ لا أنا ضد ده، القصاص، الإعدام. في بلاد كتير فكرت تلغي الإعدام وكانت النتيجة هي انتشار الجريمة. الإعدام في حالة القصاص، أنا لو اتقتل ابني، اللي قتل ابني لازم يتقتل. تعال نشوف الخبر اللي جاي. أستاذ بالأزهر بيقترح فرض ضريبة على اقتناء الكلاب، هو سماها ضريبة رفاهية، تعليقك إيه؟ هو أنا موقفني قبل الخبر في حد ذاته، هو الأستاذ الأزهر ماله مرفض الضرايب؟ يعني ما كل واحد يشوف تخصصه، يعني أستاذ الأزهر يكلمنا في الدين شوية، الدنيا خربانة، البلد دي خربت من ساعة ما كل واحد يتكلم في كل حاجة. بتاع الأزهر بيتكلم في الكورة وبيتكلم في الضرايب، وبتاع الضرايب بيتكلم على الرقصات، وبتاع الرقصات بيتكلم في الدين، وبتاع الدين مش ممكن، ما كل واحد يعمل شغله. في أمل في تجديد الخطاب الديني بمصر؟ حتى الآن لا، حتى الآن الأزهر بيقوم بدور وبيبذل جهد كبير جدا، بس ما حدش فاهم يعني إيه تجديد خطاب. يعني العالم كله قاعد يتكلم، كلنا في البرامج تجديد الخطاب الديني، ومحدش وقف مره قال يعني ايه تجديد خطاب ديني؟ يعني طلع الشيخ حليوه لابس قميص وبنطلون، ولا الشيخ يتكلم في الكلاب فيبقى تجديد خطاب ديني، ولا نتكلم في الخمره فيبقى تجديد خطاب ديني، هو ولا عايز ادور على مين هو فرعون مصر فيبقى تجديد خطاب ديني؟ ايه علاقه ده بالتجديد؟ ده مناطق خناق طول الوقت، احنا قاعدين نعمل بالونات خناق. طيب بعد البالونات بقى قول للناس ايه هو تجديد الخطاب الديني؟ انا ما اقدرش اقوله من وجهه نظرك. انا من وجهه نظري لابد من اعاده كل قراءه الخطاب الديني من اول وجديد. يعني ايه خطاب ديني؟ احنا لازم الناس تتعلم من الاول، نيجي ندرس هو الازهر الشريف بالمعاهد الموجوده فيه، هو ده المؤهل بالفعل للدعاء، الاوقاف هي المؤهله بالفعل للدعاء. نرجع من الاول خالص، المجتمع محتاج ايه؟ المجتمع محتاج يشتغل، وأولي الأمر محتاجين يحددوا الأولويات اللي المجتمع فيها يتغير. نشوف الخبر اللي بعد كده. يلا بينا. البنطلون الجينز محظور على الصحفيين المصريين، ومكرم محمد أحمد صرفنا لكم بدل حسنوا مظهركم. ده كلام محترم، هو قال البنطلون المقطع، يعني اتشالت من الخبر ده الجينز المقطع، فالخبر لأ عشان يبقى مشطشط أكتر بقى الجينز بس. طبعا يعني ايه صحفي يدخل على مصطب بجينز مقطع؟ يعني خيري رمضان بيقول ان اللي بيلبس جينز مقطع شكله مش محترم في الصحافه لما يروح يعمل شغل، اللي يلبسه بره ماليش دعوه بيه، ما اقدرش اقول انه مش تمام. محترم. نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا بي. استنونا بعد الفاصل. رجعنا مرة تانية بعد الفاصل. الفقرة دي اسمها أنا وأنا. الأول أنت عندك إيجو ولا ما بتحسش أن أنت خالص. عندك إيجو؟ ما عندكش خالص. خالص. متواضع. أقل شوي. بس هو في حد ما بيقولش أنه عنده إيجو؟ لا ما هي ممكن، يعني ممكن أكون عديت عليها وأنا صغير، وبعدين لما فهمت الدنيا بقعد أضحك على الناس اللي عندهم إيجو يعني. طيب احنا هنقرب لك اكتر، عايزين نشوف خيري رمضان بقى اللي الناس ما بتشوفوش، عايزين نشوف عيلتك صحابك دايرتك الصغيره. تمام. انت من الدقهليه زي ما انت ما قلت. نعم. بتسمع عن جمله بقى لقم الفلاحين؟ كتير. عندك لقم الفلاحين؟ لا لا جايز، لان ابويا ما كانش فلاح، ابويا كان موظف يعني، فمعيشت شويه بس. طيب من الجذور هي بتتاخد من الفلاحين لما جم المدن، فكانوا بيتقوقعوا على نفسهم ومبقوش واضحين قوي عشان يعرفوا تعايشوا، لان المدينه قاسيه، والقاهره تحديدا مدينه شديده القسوه على الغرباء. اول شهاده معايا خليك تشوفها دلوقتي. يلا بينا. اتفضل. بابا دايما بشوفه عاطفي، يعني بابا طيب قوي، يعني انسان حساس قوي للمسائل الانسانيه، لدرجه ان هو ممكن يعني بسهوله جدا دموعه تنزل عند اي موقف انساني ممكن يحصل. اكتر حاجه ما بحبهاش فيه ان هو ساعات بيكون عصبي، يعني عصبيته بس خلاص اتعودنا وبنتحمل. يعني هو عصبي فوضوي، ما بيهتمش بصحته. اتعلمت حاجه من بابا مهمه قوي، اللي هي التامل. اكتر حاجه بحبها فيه ان هو بيحب شغله قوي. لا خير انسان محافظ، مش منفتح وما بيمسكش العصايه من النص، لكن هو إنسان محافظ في المعقول. بابا مش السيد في البيت، يعني هو ممكن نقول بنسبة 50%. أكيد مش السيد عليا. أكتر حاجة بنختلف فيها ممكن الخروج الكتير. لا شايف بابا بيساعد ماما في البيت قوي،
يعني ممكن ساعات قليلة أوي. ذوق تقليدي يعني الحقيقة، بس يعني ممكن كل فين وفين كده لما يلاقي مثلا ماما تعبانة ولا حاجة يقول لها شكرا، اللي هو يقول لها كلمة يعني تصبرها شوية. ممكن يشارك ماما شوية واخد شوية من التقليد يعني. لا بيحب يخرج يعني، مش دايما، لا ما بيحبش يقعد في البيت يعني. خيري كان شقي شقاوة محببة، أولا هو كان بيعرف يتكلم كويس قوي ومحبوب كده، وبيعرف يدخل في زوارق البنات في المدرسة ويقعد كده يقول كلام حلو ما تعرفيش بيجيبه ازاي. مش بيزداد تدين بس بيزداد فهم لحاجات في الدين. اكتر حاجة بتضحكني ممكن طريقة رأس بابا يعني. بابا دلوقتي اغنيته المفضلة او مغنيه المفضلة هو احمد شيبة يعني، اغنية الزهر. كل اللي في الوسط يعرفوا خير كويس جدا جدا، ان هو ما بيقدمش الا اللي هو مقتنع بيه واللي بيتماشى مع اخلاقياته، ما حاولش ولا مرة زي ما بيقولوا عن الناس يركب الموجة ويبقى يعني شوف مصلحته فين حتى لو على سبيل ايه. طيب انا هاخد من كلامهم وهبدأ واقول لك، انت عصبي؟ اه. ايه الموقف اللي انت فقدت اعصابك فيه وحسيت بعدها على طول ان انت شكلك وحش قوي؟ بص، هما مجرد اني برفع صوتي في البيت بيعتبروني عصبي، يعني اللي هو ارجوكوا مش عايز هيصه حاجات كده يعني. بتزعق كتير في البيت؟ لا خالص، انا بقعد هادي في مكتبي كده، هما اللي بيجوا لي، ماليش دعوه يعني. لكن طب بس في اجماع ان انت عصبي. انا عصبي، اه انا عصبي. وبدات اخد دكتور احمد عكاشي قال لي على نوع من الحبوب لطيف، قال لي ما بيأثرش ومش تعاوب مش ادمان. فمن ساعه ما بدات اخده لما اجي اتنرفز اقول لها ايه يا سهير مش دلوقتي، تقول لي خدت الحبايه، اقول لها لا، تقول لي طب هروح اجيبها لك يا حياتي. طيب اخر موقف. بحاول افتكر بس موقف نرفزة. اصل انا بيحصل لي حاجه لما بتنرفز او بتقابل لي بسكت، يعني الزعيق ده هو حاله فلفصه. اه، خرجت عن شعورك بقى في الوقت ده وحسيت ان انت جرحت اللي قدامك او ان انت تجاوزت ورجعت قلت لا انا ايه اللي انا عملته ده، ما كانش المفروض اعمل كده. ممكن مع مراتي، هي اكتر حد طبعا ممكن يتظلم معايا يعني. ممكن اكون انا اتنرفزت عليها في وقت كانت بتسالني سؤال ما فهمتوش صح وانا دماغي في منطقه تانية تماما، فممكن اكون عملت كده. وبعدين بيقولوا ان انت مش بتقول شكرا غير كل فين وفين. يعني معقوله مراتي وهي بتحضر الفطار هقول شكرا والغدا هقول شكرا؟ زمان كانوا بيعملوا كده مع بعض يا ست. احيانا بقوم انا اللي اعمل الاكل بالليل لما ارجع تقول لي اقوم اعمل لك، ولا لا خليك يا حبيبتي نايمه في السرير وانا اللي هدخل اعمل لنفسي. بس هم بيقولوا انت فين وفين لما بتساعدها. لا لما بساعدها بمعنى ان انا اقف في المطبخ، انا بعرف اطبخ. انت عندك وقت تقف في المطبخ؟ كنت زمان بدخل المطبخ وبطبخ وبعمل العزومات اللي عندنا، انا اللي بقف اعملها وكل حاجه، انا بعرف اطبخ كويس. بقالي فترة ما بعملش ده غير قليل، عملته واحنا مسافرين الساحل حاجات كده يعني. بس كده؟ اه بقى قليل يعني. ليه بقى قليل؟ المزاج ما عادش رايق قوي يعني، اصل المطبخ ده مزاج. وايه اللي معكر مزاج خيري رمضان الفترة دي؟ اولا الوسط بتاعنا ما بقاش حلو، الشغل مش مزز مش ممتع. بس انت الفترة دي بعيد عن الشغل. اه ما ده بقالي شهر يعني، مش كتير يعني. طيب ايه اللي ما بقاش حلو في الوسط دلوقتي؟ الشغل ما عادش ليه طعم، ما عادش فيه منافسة يعني، بقت كل حاجة الفارق فيها فلوس، تعرف تجيب مين بكام يعني، الجودة بقت بكام، مش حد هيروح برنامج عشان المذيع ده كويس أو هيعمل معاه حوار كويس أو هيطلع حاجة لها قيمة. المتاح مفيش شفافية في الحكومة، فما عندناش معلومات كفاية نقدر نقدمها، احنا بنفاجأ بالأشياء. في يعني دلوقتي بقى في انحدار في المستوى العام، في دايرة اتهام من كل الاتجاهات، انت غلط طول الوقت. انا موافق ان يبقى في نقد، بس مفيش، ما عادش في معيار تقدري تقولي ان ده جيد وده رديء، ان يا جماعه لا عندنا اعلاميين وصحفيين محترمين وعندنا ناس مش كويسه. بس انا ليه حاسه ان في حاجات تانية ممكن تكون مزعلاك، مش دي الاسباب الحقيقيه؟ لا والله ما عنديش اسباب خالص يعني، اذا كنت هتعتقد الشغل او بتاع هنروح له يعني، ما عنديش اي مشاكل خالص في اي حاجه نهائيا، ما عنديش اي ازمات. طيب فوضوي؟ انا فوضوي، اه طبعا. بس دايما بتهتم بشكلك، محنتف يعني، محسوك خالص. انت جيت في حته انا قدامك شكلك محنتف ولا بعمل حاجه، محسوك ولا يعني متسرح ومتسبسب. الكوفير بتاعك اللي عمل لي شعر دلوقتي وكان منكوش. لا بس عامله حلو. وكان منكوش وطويل فهو اللي ظبطه لي. لكن انا هلهلي جدا، انا عمري في حياتي ما عملت حاجه في نفسي. الكوافير بتاعك اول ما شافني قال لي هو انت بتستخدم درجه كام؟ قلت له درجه ايه؟
قال لي صبغه، قلت له انا عمري في حياتي ما صبغت. عمرك ما صبغت؟ عمري في حياتي. طب ليه شعرك لونه غامق ودول فاتحين بس؟ اعمل ايه؟ عاده في الافلام بيبان ان هم بيعملوا كده، بيصبغوا فوق ويسيبوا دول. كنت مربي شنبي ودقني، شنبي اسود ودقني بيضة، هنا السوالف من هنا بيضة، لو مشيتي شعري كده مش هقدر اقول لك يعني ده طبيعي. هو كده مليان شعر ابيض. خلاص انا هسأله بقى بعد الهوا علشان ابقى اطلع اقول لكم بعد كده. لا ومشي الشعر بتبان. ما هو قال لك درجه كام يعني؟ هو المفروض هيكون عارف ان انت بتظبط. لما عملت سناني اللي فوق دي، انت عملت فينيرز من زمان؟ من زمان، لان كانت السجاير بوظتها. فبقيت نفسي اطلع للناس اقول لهم دي مش سناني. انا احساسي باللعب، حد يقول لك لا اعمل عينيك فين؟ طب ليه ما طلعتش قلت ان انا عامل لسه سنين؟ اطلع يا جماعه اعمل كده، ما هي باينه خلاص، ما فضيحه، ما يبص. طيب انت قلت انا كنت كان نفسي اطلع اقول لهم. انا بقول لك احساسي بان في حاجه مش طبيعيه فيا بتبقى حاجه زفت، ما ببقاش. بس انا حاسه ان انت سابق، مش انا قاعده قدامك. انا حاسه ان انت ناس سابق. كتير قالوا لي كده. انت شخص محافظ الى حد ما. يعني لو بنتك حبت تستقل في حياتها وتسافر تكمل تعليمها بره او تشتغل بره، هتسيبها؟ انا كنت عايز اسافرها بره، مامتها اللي رفضت. وبعدين حصل لي موقف لما سافرت بره، قابلت مجموعه بنات عرب ومصريات هناك، فلما رجعت قلت لها بصي انا شفت مجموعه بنات هناك، ولانهم سافروا صغيرين حياتهم مهتزه، فانا مش مرتاح، فتعالي نتفق اتفاق انك تدرسي السنتين الاول هنا وتاخدي المناعه، لكن انا حابب بنتي تسافر وتكمل تعليمها بره. اكتر حاجه بتضحك بنتك بتقول الرقص، انت بقى بترقص ازاي؟ طريقه راسك عامله ازاي؟ ولا حاجه، ما بعرفش ارقص، فبنقفل على نفسنا احيانا ومشغلين موسيقى، فكلنا نقعد نرقص انا واولادي يعني، واحنا في الاوضه كده نروح قافلين ومدينها رقص، فرقص يضحك لانه ما بعرفش ارقص. اخر مره رقصت ابنك؟ بهبل. ما هو ابنك قال لي، ابنك ابني قال لك ابني برضو اكيد. لا طبعا كبير عليك قوي. لو لعبت يا زهر الاغنيه دي لما طلعت عملت لي حاله، يعني بنقعد كده على النيل انا واصحابي، فكنا بنحبها جدا جدا. هي قلبت مصر كلها. كل الناس بتحب الاغنيه دي. فيها معنى وفيها حاله كده، وشيبه ادى اداء عظيم فيها، فممكن نشغلها ونرقص عليها. يلا نعمل كده. لا انا ولادي لا ما اقدرش ارقص قدام الناس، اتكسف جدا. مريت بازمه منتصف العمر مع زوجتك؟ مريت بيها على المستوى الشخصي لما وصلت 40، اكتشفت نفسي وتهزيت شويه، لان انا قضيت حياتي كلها تعب، انا بشتغل من وانا طالب في اولى جامعه في الصحافه، فما ريحتش لحد دلوقتي. وبعدين على ما جيت والدنيا زهزهت كده وبقيت حلو ودخلي كويس، التقيت عندي مسؤوليات كتير وعندي اولاد عايزين كل حاجه، فبدل ما ادور على متعتي محتاج اشتغل اكتر علشان امنهم ويعيشوا كويس. هي الدنيا ابتدت تزهزه امتى؟ الدنيا ابتدت تزهزه سنه 2008، أول ما روحت البيت بيتك، اللي هي بسم الله الدخل كويس تعرف تعيش يعني، لأن أنا اشتغلت سنين كتير، ودي علمتني مقولة دايما. أنا كنت بدرس في الجامعة لطلبة عين شمس إعلام، كنت دايما أقول لهم المهنة دي وأي مهنة وأنت صغير اشتغل كتير هتاخد قليل، لما تكبر هتشتغل قليل هتاخد كتير. لأنك بتعمل اسم، بتعمل تراكم خبره، بقيت لما تقعد تقول معلومه لما أكيد. تعمل دراسه هتاخد فيها فلوس كتير غير اللي بينحت طول اليوم. فانا جربت الشغل من 8 الصبح ل 3 الفجر، وجربت ان اقعد اعمل حاجه اخد عليها فلوس كويسه. بس مع تراكم الخبرات بتعمل اسم كبير، بتبني في تاريخك طبعا، فبيساوي فلوس طبعا، ده بيساوي. قلت انت اللي قلت اكتر الفترات خمولا وهدوءا. في فترات النشاط بقى عرفت قد ايه؟ عرفت قد ايه؟ ستات طبعا، وانت كلامك كان عن ايه؟ ستات. طيب لا انا بصي انا مش بعرف عدد يعني، دخلت قصص حب زمان، دخلت قصص حب بعد كده خلاص. انت اتجوزت كام سنه؟ 29 سنه. يعني كنت صغير جدا. كنت صغير الحمد لله، بس كنت عديت بحاجات كتير بتجارب كلها كانت حب يعني، كلها كانت رغبات في الزواج. في اي علاقه حب دخلتها بعد زواج وكانت هتجرجر رجلك؟ لا ما عادش بعرف احب بالمعنى الحب، ما بتعرفش تحب. لا يعني خلاص انا بقيت شايف الحب هو السكن والموده والرحمه اللي بيني وبين مراتي واولادك، وسموه حب وده حب.
طبعا. وده الحب الأعمق والأبقى. ما بقيتش شايف ويقعدوا يتخانقوا معايا أصحابي لما نقعد نتناقش، أقول له هو أنت متخيل إن أنا هرجع أتشحت في تاني وأقول اتصلت ما اتصلتش وأرجع أكلمها وأقول لها أنت فين وكلمت مين؟ إيه الكلام الفاضي ده؟ إيه تضييع الوقت ده؟ دبلتك لسه عندك حساسية منها؟ من أول ما اتجوزت وأنا ألاحة ومراتي عارفة أنا بدخل أي مكان بقلع ساعتي ما بطقش أي حاجة في إيدي خالص، فانا الدبله بتكهربني. مش ضروري الدبل، مش ضروري خالص، مش فارقه في حاجه، الناس كلها عارفه اني متجوز يعني. اه بس ما هي الناس لما بتشوفك ملتزم ولابس دبله يمكن بتبعد ناس كتير عنك، خصوصا دلوقتي المعجبات حواليك. تقربت اهو كويس. المعجبات حواليك زادوا بعد ما اشتغلت في الاعلام في التلفزيون؟ اكيد طبعا، اكيد طبعا فيه، بس انا خدي بالك اللي بيحبوني اكتر الاولاد الصغيره والستات الكبيره. دايما اقابل الستات الكبيره تقول لي احنا بندعي لك بنصلي الفجر وبندعي. حلو قوي وبحترم كل ده. بناتهم بيجوا يسلموا عليا اللي في النص، يقول لي ماما بتموت فيك، اقول لها طب وبنت ماما ما بتموتش ليه؟ شفت بقى. ايوه يعني انت دورت على بنت ماما؟ لا ده انا بهرج. لا طبعا ده انا بحترمهم جدا جدا. لا ما عادش الرفاهيه دي سمر، احنا مش لاحقين نتنفس يعني. مراتي عارفه انا بصحى من النوم اقعد في البيت لو ما عنديش شغل الايام دي، ومش لاحق تقعد معاهم اكيد. لا دلوقتي قاعد معاهم شويه يعني، ايه بسكتهم يعني، انا ما كنتش حاضر التسجيل ولا سمعتهم بيقولوا ايه، انا اول مره اسمعهم بيتكلموا يقولوا عني ايه. انا سبت البيت ومشيت للكرو بتاعك وهو بيصور معاهم، ما عادش خالص، ما كنتش موجود والله العظيم ما اعرف قالوا ايه. قالوا لي ده احنا دلعناك دلع. ثم اتكلموا من قلبهم؟ اه طبعا. لا ما انا ما عنديش، عمري ما قلت لحد انت بتقول ليه ولا حناقشهم في اللي قالوه. طب انا بقى يعني معلش هرجعك شويه ورا واتكلم في الجنس الناعم. ماشي. لما كنت بتعوز تعاكس وتوقعها في شباكك قبل الجواز يا سيدي، ايوه، اختك بتقول ان انت بتقول كلام ما تعرفوش بيجيبوه منين. صح. اختي بتكلمك عن مرحله اللي انا كنت فيها في ابتدائي. طب بس الانسان بيتطور. بيتطور. انا اكيد بقيت لا احسن. لا انا كنت حبيب وانا طفل. ايوه وانت طفل. واختي دي كانت الكبيره، فكنت بترمي في حضنها واروح اعيط واحكي لها قصص الحب بتاعتي في المدرسه. بس ده بتكلمك على تانية ابتدائي وثالثه ابتدائي. ده مش حب يا خيري. هو تصدقي ده الحب الوحيد اللي باقي في حياتي؟ ده اللي انت فاكره ولا نسيته؟ في حد فاكر وهو في تانية ابتدائي حب مين؟ تصدقي واصلها استمرت معايا ل 18 سنه قصه حب واحده كانت شهيره في بلدنا جدا، البلد كلها كانت بتتكلم عليها، وتعاقبت واتنقلت من اداره تعليميه لاداره تعليميه، كانت عائلات تقع في بعض، فقصه حب كانت طويله وشهيره في البلد. لحد 18 سنة كل اصحابي عارفينها حتى هذه اللحظة يعني. طب انت ليه ما اتجوزتهاش بما انكم بتتجوزوا بدري؟ هي كانت دلالة على التغير اللي حصل في المجتمع. جه حد معاه فلوس كتير قوي دفع اكبر مهر في البلد وخدها وهي لسه مخلصه ثانوية. بس انت بتقول للاسف ندمان ان انت ما اتجوزتهاش؟ طبعا اي حد كان يتمنى يتجوز حبه، وخاصة لو كان حب بريء زي ده اكيد يعني. لكن اتمنى لها السعادة، دي بقت امه وخلاص بقى زمانها جدة كمان. طيب نشوف الفيديو الجاي. يلا يلا. هي كرة القدم هي دليل على تخلفنا وعلى تراجعنا وعلى تفاهتنا وعلى انشغالنا بصغائر الأمور وتركنا للأمور الحقيقية. هتروح بقى روسيا تتفرج على كأس العالم؟ اه. طب وتفاهتنا و خدي بالك وتراجعنا والكلام الكتير اللي انت قلته تقطع من سياقه. دي كانت خناقة في كرة القدم وكارثة في كرة القدم، فمش ممكن كرة القدم تخلينا نقتتل أو نتخانق. لكن لما كرة القدم تصبح في إطارها، خدي بالك أنا كمان أنا ضد المبالغة في المسألة، الانفجار الإنساني اللي حصل للجمهور ده عطش للفرحة، والعالم كله بيعمل كده مع الكورة. الكورة تسلية، لعبة بتاع مدورة كده بيجري وراها 22 واحد وقاعد ملايين وحواليها كده، الشعب كله بيجري ورا الكورة، لعبة تسلية. لكن ما تخليناش نعتقد ان احنا دولة متقدمة. بس انا اللي انا عرفته ان انت كنت عايز تطلع لاعب كورة، حلم حياتي، وما ذاكرتش في الثانوية العامة بسببها، وللأسف سقطت. ولغاية دلوقتي كنت بتفرج على الماتش وانا لابس فانيلة الاهلي اللي انا بنتمي اليه، وسعيد ان انا بنتمي اليه وبحب الاهلي جدا، وكلهم اصدقائي وبروح النادي الاهلي وانا عضو فيه وبحب العب بفانيلته. بس كانت كورة، كورة للتسلية والمتعة، ان تبقى حياتنا هي الكورة او نعتقد ان احنا وصلنا للقمر. لا 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 لا، احنا تحت خالص. البرازيل كانت من افقر الدول ودوله متقدمه كرويا، الارجنتين نفس الشيء. انت سقطت في ثانويه عامه؟ اه. سنه ولا اتنين ولا سنه واحده بس؟ سنه واحده. سنه واحده. بعد كده والدك تعب جدا، جاله نزيف في المخ. خايف الايام تلف والكارما تخلي حد من ولادك يزنقك في كورنر ويخليك تنهار، او تمر بنفس اللي والدك مر بيه؟ لا
هم أبناء الله. يعني والدي ما كانش كده، والدي كان مكافح قوي وبيربي أولاد، ففكرة الفشل كان يقولي لما يقولوا لي خيري مات خلاص ده قضاء ربنا، لكن خيري فشل يبقى أنا فاشل، وأنا قصرت معاك في إيه علشان تفشل؟ طب ما هو نفس الموضوع، لو حد من ولادك لا قدر الله فشل هيقولوا إن أنت اللي فاشل زي اللي مش حاصل. مش مهم يقولوا، أنا علمت الأب أب في على في كل المستويات أنا وكل أنا عملت اللي عليا وأنا علمتهم، وكل واحد يذهب لمصيره. ابني بيقول لي طب أنا هطلع، أقول له يا حبيبي أنا علمتك، روح اشتغل، أنت حياتك أهي، عايز تنجح مبروك عليك، عايز تفشل حياتك وعيشها، مش أنا عشت حياتي خلاص. هل أنا قصرت؟ ما قصرتش. بعد كده ليه حياته؟ أبويا ما كانش بيفكر كده. إيه الحاجة اللي حد من ولادك عملها لا يمكن تسامحه ولا تقبل عذر؟ اولا اي حاجه هيعملها ابني هسامحه وهقبل عذر، مش هقدر مع ابني ما سامحوش ولا اقبل عذر، ده انا هبقى بتلكك علشان اقبل عذر. هي لغايه دلوقتي على فكره دلوقتي طبعا، يعني انت قد الكلام ده على الهوا طبعا، هم عارفين لو حصل اي حاجه هتسامح. اكيد هسامح، ودايما انا بقول له انت تحمل نتيجه عمايلك. يعني عايز تعمل غلط في حاجتين، في ربنا وفي اهلك واخواتك. الاب والام ما بيعرفوش يزعلوا من اولادهم؟ لا صعب صعب، يعني أعاتبه أخصمه أكشر في وشه أمنع عنه مصروف، لكن قلبي ببقى بتقطع، يعني ما أقدرش أشوفه بيتألم أو ربنا يخليهم لك ربنا يا رب. ربنا يخليك. نشوف الشهادة الجاية. يلا. إمتى ذكاء خير رمضان خانه؟ يعني هنتكلم مش في الذكاء في النطق، بكلم يعني هتكلم في ذكائه الاجتماعي، لأنه هو ذكائه الاجتماعي خانه في مرات كتير، إنه يعني بيفتح باب حياته على مصراعيه قدام ناس فعلا ما تستحقش، أو يعني هو المفروض كان يبقى يعني معدل وجودهم في حياته أقل بكتير من المعدل المنح ليهم. طبعا مش هقدر أقول أسماء ولا حاجة، بس أنا بتكلم على بشكل عام إنه يعني في حصل صدم في ناس كتير ما كانش يتوقع أبدا إن هم يصدموه. أنا اللي أسألك بقى، مين الناس اللي أنت صدمت فيهم وخصوصا من الوسط الصحفي؟ بصي مش هقدر اقول اسماء. ليه؟ لا لن تفيد شيء، دي بترضي. مش يمكن يكون عتاب وتكون دلوقتي هي بتضيف للبرنامج بس شويه فلفله؟ لا 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 لا، لكن هي في خالص. الواقع لا، هي انا بشتغل توصيق. الشغلانه ليه ولا توصيف؟ يعني انا هستفيد ايه لما اطلع اقول سين من الناس؟ النجم ده نجل كان بيعرفني واستغلني، واصحابي كلهم قالوا لي خد بالك ده نجل جدا، وانا قلت لهم حتى لو نجل انا مبسوط، فمش مهم. مش احيانا بتكون محتاج مساحه ان انت تكلم اصدقائك أيوة. وتقول لهم اي عتاب باي بقى برنامج او بره برنامج او شخصيا كدا. مش في برنامج عملت كده زميل قبل كده منهم طلع مرتين وقال كلام غلط جدا وحطيني فيه كده. مين طيب؟ لا مش بما انه قال على الهوا مش هقول اسمه. هو يقول طلع هو وقال. يقول انا قلت له كده، قلت له على فكره انا بطلع في برامج كتير اقدر اطلع اقطعك في ثانيه خلص عليك، تحب اعمل كده؟ قاعد يبوس فيا ويقول لي انا اسف حقك عليا وحاجات كده، ومن يومها ما بقتش صاحبه خلاص. انت مثالي قوي يا خيري خالص، ده انا زفت مش صحيح، انا مش مثالي خالص انا واقعي. طب تيجي نشوف بقى الشهاده الجايه. يلا يلا. هي رمضان عنده وسواس في حاجتين، الحاجه الاولى فيما يتعلق بسمعته، يعني ساعات نبقى مع بعض فاقول له او اصدقائي يقولوا طب نعمل كذا، طب نروح الحته، فاقول لهم طب احنا المفروض نبان بالشكل ده ولا لا؟ لدرجة وسواسه بيوصل لمرحلة ان لما معجبة او سيدة بتتصور معاه فيروح واخد مسافة، يقعد يتأخر مسافة كبيرة عشان الصورة لما تتنشر يبقى في مسافة بينه وبينها، فانا اقعد اقول له وسواس المسافات يا خيري، عنده وسواس المسافات، وده شيء كويس. الوسواس التاني هو من اللي جاي، المستقبل، خيري بيخاف من المستقبل. استاذ مجدي الجلاد، صديقي مجدي الجلاد، انا عارف ان هو صديق من اقرب الناس الي، كلنا عارفين طيب الوسواس للدرجه دي على سمعتك طبعا، سببه ايه؟ طيب سببه هتستغربي والله العظيم، لا مراتي ولا خوف ولا اي حاجه، سببه الثقه بتاع الناس. مش معنى كده ان انا صح، انا ممكن اكون اعمل انا مؤمن اذا بوليتم فاستتروا، اذا هتعمل خطا خليك حريص احتراما للناس اللي وثقت فيك. فمثلا يقولوا تعالى نقعد في مكان، اقول لهم في خمره؟ طب ما هو لو اتصورنا وحد قاعد يشرب يقول لنا مالي. ايوه يعني انت ممكن اللي بتعمله في الضلمه تخاف تعمله في النور. في حاجات طبعا ما اقدرش اعملها في النور.
بتخاف من ايه وليه من المستقبل؟ بخاف من غدرة زمان. بخاف على ولادي. دايما مجدي بيتكلم فبقول له احنا تعبنا قد ايه عشان نعمل نفسنا، ربنا يكون في عون الاولاد دي. طب لو انا الواد ده سكن في بيت انا جبت له البيت يا سيدي، الواد ده مش هيقدر يدفع الكهرباء، هياخد راتب كامل ليه؟ ما انت هتعلمه كويس وتعليمه كويس هياخد مرتب كويس. مش هيلحق. ليه مش هيلحق؟ على ما يبتدي ياخد مرتب. ما هي كمان ما انت لا دلوقتي الولاد كلهم لما بيتعلموا كويس قوي بيخلصوا بيدخلوا شركات ما عادش الكلام وبيقبضوا كويس. والله ما عادش الكلام ده. ليه عدد الفرص مبهود. الفرص قليله قوي، فدايما انا بقعد اقول لاولادي كده يعني. فهو جايز مجدي بيتكلم في ده عشان طول ما انا قاعد بكلمه عن بكره واولادنا. اكتر حد من ولادك خايف عليه مين؟ وليد، لانه صغير. ما يعني ايه احساسي بان انا جبته وانا كبير مش مخليني احس ان انا هلحق اشبع منه، وعايز اديله حاجات كتير. ربنا يديه الاعمار بيد الله، بس ده احساس غصب عني. طيب لو قلت لك مفردات كده او كلمات واشوف تعليقك عليهم، بتخاف من المرض؟ طبعا. لدرجه قد ايه؟ لدرجه ان بتخيل اصل الدنيا دي ولا حاجه، ان بقلق قوي من المرض ان اصحابي اللي بحبهم او اديتهم من جوايا ما يسالوش عليا، فاقعد اتخيل التليفون وهو مرمي جنبك او تكلم حد وانت خلاص طريح الفراش ما يردش عليك. انت ما عندكش ثقه في علاقتك باصدقائك؟ لا ما عنديش ثقه في المرض ولا في طبيعه الحياه والزحمه. انا دلوقتي ممكن التمس الاعذار يعني. الفقر؟ لا ما بيقلقنيش خالص. انا جربت امشي بخمسه ساغ وجربت امشي ب 500,000 جنيه فمش فارق بالنسبه لي. بس انت قلت ان انا هفضل اشتغل لحد ما امن مستقبلي ومستقبل لا انا بشتغل لان انا لازم اشتغل. انت خايف من الفقر؟ لا مش الفقر خالص. الفقر ده بس انت قلت كده فعلا. لا ما قلتش الفقر، قلت لك ان انا من ساعه ما ابتديت وانا بشتغل لغايه دلوقتي قلت هتقعد تشتغل في التلفزيون لحد ما تامن مستقبلك ومستقبل ولادك، ما قلتش الفقر. ان انا طول ما انا قادر اشتغل هشتغل، وان كنت انا حاسس ان انا في المحطات الاخيره فعلا. عايز اتفرغ للكتابه يعني، وحشاني الكتابه قوي فعايز ارجع اكتب حاجه لده طبعا. تفصيل. لكن الفقر عمره ما قلقني لسبب. انا فقير، انا كنت فقير، انا كافحت وبقيت في مكان لا اتخيله وما كانش عندي ربع امكانيات اولادي، فانا مش قلقان من ده ثانيا. انا عمري حتى اولادي عارفين عمري ما شفت السعاده في الفلوس. احنا عايشين وانا كنت بقبض راتب 700 جنيه زي وانا عايش وانا بقبض راتب كبير، زي وانا قاعد شهور ما بشتغلش وما عنديش دخل. ما عندناش مشكله، هي طريقه اكلنا وحياتنا واحده. طيب انا هباس او هعدي كلمه الفضيحه لان انا هعتبر اللي فات ان انت ما بتعملش حاجه في النور علشان خايف ان حد ممكن يشهر بيك. خايف من الموت؟ بخاف منه. بتفكر فيه كتير؟ برج العقرب دايما الموت جزء من تكوينه، فالموت حاضر معايا مصاحبني، وقبل ما انام كل يوم بستعد للموت وبتشاهد وبعمل ادعيه وحاجات كده ان انا هي موته صغرى يعني. فانا رايح. اكتر حاجه خايف ان انت تتحاسب عليها ايه؟ ان ما كنتش عدم انتظامي في الصلاه، وان ما كنتش قصرت في حق ربنا رغم انه انعم عليا وسترني واداني حاجات جميله كتير قوي اكتر مما استحق. بعد ما ربنا انعم عليك بقيت مقصر اكتر؟ لا 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 لا، زمان اكتر مش بعد ما ربنا انعم عليا. انا مش يعني لو قعدت اسجد واشكر او مهما عملت، ومش طبيعي ان اقول لك انا بعمل ايه يعني، بس مهما عملت ولا شيء. ظلمت حد قبل كده؟ ربما. مش فاكر؟ مش عارف بس اكيد. ولا مش عايز تفتكر؟ لا لا، ربما ظلمت حد، ربما حد وثق فيا واحبني في وقت من الاوقات وانا اعتقدت ان انا بحبه ثم انسحبت فكون ظلمته. ربما يعني في حاجات قابلتنا في الحياه، محطات بيبقى الواحد معتقد انه على صواب، بعد فتره من الزمن بيشعر انه الم البعض، رغم ان انا حريص على اي حد عرفته ان علاقتي لا تنقطع بيه ابدا. في صور حواريها لحضرتك دلوقتي. يلا بينا. يلا. ده سامح شقيقك. ده سامح الله يرحمه. الله يرحمه. ده سامح اخويا الكبير، ده كان مدرس اول انجليزي في المدرسه اليونانيه في المنصوره، وجاله فيروس سي فجأه
قلب كانسر فجأة، وقبل ما نعمله العملية وبعد ما ابنه كان هيتبرع له ب 48 ساعة توفى والله. خلال أيام صغيرة جدا مات، يعني تأجل العملية بسبب العيد، بعد العيد مات. الله يرحمه. الله. إيه اللي اتغير في شخصيتك بعد رحيله؟ كان أخويا الكبير، ورغم إنه هو يعني قبل ما يموت شوية كان بعيد لأنه عايش في المنصورة وأنا عايش هنا، فكانت بنتقابل على فترات بعيدة شوية نتكلم. لكن حسيت بعد حسيت إن الترتيب جاي، يعني أبويا مات وبعدين أخويا مات، فالدنيا ماشية بالترتيب يعني، فاستعد أكتر بعد الشر عليك. يعني نشوف الصورة الجاية. سمير يوسف. أستاذ سمير يوسف. زميلي العزيز، اشتغلنا مع بعض أيام وجودي في مجلس إدارة سي بي سي، من الناس الشاطرة جدا في هذه المهنة، الناس الناجحة جدا، ومسته إنه بيجرد مشاعره وبيشتغل كده، يقدر ينفذ أي خطط لأي مؤسسة. وبينجح؟ وبينجح. أنا شايفه ناجح في التجربة اللي عملها في سي بي سي دلوقتي. نشوف الصورة اللي جاية. يبقى عارف دول ايه؟ لا انا مش شايف الكلام. هواي وهو وير وات ايه؟ ايوه عايزه ايه؟ دي الاسئله الخمسه انت مش عارفها؟ ايوه عايز انا اجاوب؟ دي اسئله الصحابه بالظبط كده. ايوه الأسئلة الخمسة. أي. لكتابة الخبر الصحفي. أنت ليه خدت وقت وارتبكت؟ لا 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 مش شايف كويس. طيب فضايقت من عيني عشان نظارتي اتسرقت. ما عملتش نظارة تانية؟ لا لسه من أيام أصلا كنت قاعد في مكان وبعدين مشيت وبعدين لا بس نظرك ما شاء الله كويس، لأن احنا بنعرض عن بعد. فأنت شايف تمام كده كويس. ده الأسئلة الخمسة وتغيروا من وماذا ومتى و بقوا ايه بقى واين وكيف. بقت صورة عريانة، مش مهم، عناصر كتير بتغيب في المعلومات دلوقتي، فما تعرفيش متى، طب جبت الفلوس منين، من اين مفيش، طب لماذا مفيش. بقت أسئلة كتير بلا إجابة، والأخبار بتنزل ناقصة في كل حاجة، كل حاجة ناقصة. نطلع لفاصل نريح شوية؟ يلا يلا استنونا بعد الفاصل. رجعنا مرة تانية بعد الفاصل. الفقرة دي انت هتحبها اكتر فقرة لان هي انا والصحافة، بس في الاول عايز اوري لك بروفايل ونرجع نكمل كلامنا. يلا بينا اتفضل. خير رمضان. كاتب صحفي وصل لمنصب رئيس تحرير وحل محل الكاتب الكبير عبد الوهاب مطاوع في صفحته الشهيرة كحلال المشاكل. إعلامي انتقل من وإلى شاشات متعددة، وانتقالاته كانت أحياناً بتصطبغ بألوان مختلفة كما أشار البعض. خيري رمضان من شاشة أوربت كقارئ ومحلل الأخبار، وهنا اتعرف عليه المشاهدين لأول مرة ثم التلفزيون المصري. كيف يمكن تفسير ما حدث في ميدان التحرير وفي الإسكندرية وفي السويس؟ خيري رمضان ظهر في التلفزيون في فترة كانت البلد فوق صفيح ساخن، وعشان كده طالته اتهامات كتيرة، وكان في مرمى سهام عديدة حتى لما اتنقل على سي بي سي، وعمل حلقات أثارت عواصف ومشاكل. كتر خيركم، هذا ما يحدث في مصر الآن. نهار خيري لم يسطع كثيراً، برنامجه على القناة قفل وأزلمت أنواره، ليترك المشاهدين في حيرة وليفتح الباب لتساؤلات عديدة حوالين خلافات وخناقات هو نفاها، ولكن لا تزال علامات الاستفهام موجودة. دور طويلة انتوا بعيد عني، يعني افتقدتكم جداً. وهو على الشاشة بيكون حاسس بالمواطن البسيط وبيعبر عنه، وهو في حياته بيبقى حاسس بالإنسان اللي جنبه. خيري مذيع عرف يجذب قطاع لا بأس به من المشاهدين عن طريق برنامج ممكن، وهو أنجح برامجه على الإطلاق. بيسعدني إن وأنا موجود في أبو ظبي إن ألتقي بسيدي الحبيب علي الجفري. خيري ارتدى ثوب المجدد الديني عن طريق استضافة شيوخ مجددين بشكل دايم في برنامجه زي الحبيب علي وأسامة الأزهري، ولكن حلقة شهيرة جدا أثارت جدل
وأحد الضيوف ألقى به بعد الحلقة وراء القضبان كأنه ذهب للفخ بقدميه. هل خيري معارض أم موالي؟ أم صوت العقل في زمن ارتفعت فيه أصوات كثيرة بالصياح في كل الاتجاهات؟ أقسم أمام حضراتكم بالله العلي العظيم الذي سأسأل أمامه وليس أمام أحد آخر أني لن أقول غير الحق ولن أنحاز إلى طرف أيا كان. إنه كإعلامي مؤثر لازال في منتصف الطريق وينتظر منه المتابعين الكثير. إيه رأيك في البروفايل؟ هو رحلة بس مش صحافة، ده هو تلفزيون برضو. واضح ان التلفزيون الشاشة بتطغى على اي حاجة، رغم ان انا تاريخي الطويل كان صحافة يعني. طب الاكثر امتاعا ليك صحافة الورق والقلم ولا صحافة التلفزيون؟ الورق والقلم قولا واحدا. التلفزيون دي شغلانة. يعني ايه شغلانة؟ شغلي اللي باخد منه فلوس. يا سبوبة مش بتحبه؟ مش بحبه قوي، بحب الكتابة اكتر يعني، بحس وانا بكتب ان انا وانا يعني سبوبه. لا مش ما تقدريش تقولي سبوبه برضو لانها هي مهنه نص نص. نص ومش نص سبوبه برضو. طيب تعالى اوري لك الشهاده التانيه. طيب يعني لما الواحد يحاول يفتكر حاجه في ارشيف خيري رمضان الصحفي هيكتشف انه ممكن بس عن طريق ويكيبيديا ان خيري رمضان كان صحفي تحقيقات في يوم من الايام. ماذا فعل خيري رمضان كصحفي تحقيقات؟ النتيجة هتبقى غالباً صفر. أنا يعني كبير في السن كفاية أن أكون عاصرت في التسعينات والألفينات الأستاذ خيري رمضان خلال عمله في الجريدة في جريدة الأهرام، ولا أذكر إطلاقاً غير أن الأستاذ خيري رمضان تولى في وقت من الأوقات بريد الأهرام. ده الأستاذ أسامة الشاذلي، عارفه طبعاً. لا أول مرة بصراحة أشرف. هو رئيس تحرير موقع المولد. في موقع اسمه المولد؟ آه. لا برضو ما عرفوش للأسف، ما يعني جايز تقصير مني بس أنا ما عرفش، عمري ما سمعت عني. طيب ردك إيه على كلامه؟ ده رأيه يعني، ما عرفش هو طلع أرشيف الأهرام ولا لأ. هو أنا ما اشتغلتش تحقيقات على فكرة غير سنة واحدة أو سنتين. أنا كنت محرر حوادث سنوات، ثم سافرت الخليج، ثم عدت إلى قسم التحقيقات في الأهرام وانتقلت منه إلى مجلة بعد سنة واحدة من رجوعي. قبل سنة رحت رئيس قسم في مجلة الأهرام العربي، ثم مديرا للتحرير، كنت أصغر مدير تحرير في الأهرام لمجلة الأهرام العربي. ليا موضوعات في الأهرام، ليا تاريخ في الأهرام الحمد لله أشرف بيه. أنا كنت أول حد يغير في شكل تحقيقات الأهرام لما عملت بنات الليل سلسلة في الأهرام، وكانت ساعتها أنا بشكر أستاذ مرسى عطلة كان ساعتها مساعد رئيس تحرير، وانحاز جدا إلى توجهي في أن أنا أدخل هذا العالم، ونشرت سلسلة تحقيقات كانت كبيرة في الأهرام. اشتغلت مدير تحرير وقت طويل، عملت جورنال اسمه اضحك للدنيا، كان معايا مجموعة من الكتاب الكبار، كان بيكتب فيه بلال فضل، وكان بيكتب فيه عمرو خفاجي، وكان بيكتب فيه جمال فاهم، كل الناس كانوا بيكتبوا فيه. ده 2005. وبعدين استمرت، رحت بريد الأهرام وكنت مساعد رئيس تحرير الأهرام وعضو الديسك المركزي، بقيت نائب رئيس تحرير لحد ما خدت إجازة. أول حاجة أنت استقلت من الأهرام ولا علشان تطلع الخليج؟ استقلت ولا من الأهرام سنة 90، رفض يدوني إجازة فاستقلت. ده كل ده عشان تطلع تعمل فلوس؟ لا في الخليج؟ لا الحقيقة لا. ليه استقلت؟ كان عندي تجربة حب فاشلة، وكنت يائس في كل حاجة في مصر. كان عندي العقد ده قاعد بقاله 6 شهور معايا، وتذكرة السفر مفتوحة، بس كان عندي تجربة حب فاشلة تخليك تستقيل من شغلك؟ وكان عندي تجربة حصول على شقة فاشلة. خدت شقة من محافظة الجيزة كانت ب 3000 جنيه وصلوها ل 14000 جنيه، فما كانش معايا فلوس، فحسيت إن الدنيا كلها بتسود، اللي بحبها راحت والشقة هتروح، مفيش حاجة مستاهلة. يعني حياتك العاطفية أثرت على حياتك المهنية. عايز أقول لك تاريخ، أنا كتبت استقالتي من الأهرام وحطيتها في ظرف وسيفته في مكتب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ إبراهيم نافع تحت الباب، وسافرت الصبح قبل ما يتوافق على استقالتي. أنا استقالتي تمت وأنا خارج البلاد، كان قرار مش عايز أرجع فيه ومش عايز أتعرض لأي ضغوط، وما قلتش لأي حد. رجعت لأبويا وأمي وقلت لهم أنا مسافر الصبح. عالجت إزاي موضوع بنات الليل في التحقيقات؟ كانت المقدمة دائما كانت اسما في محضر غياب وأصبحت رقما في قضية أداب. هذه حكاية فاتن بنت من آلاف البنات اللائي خرجنا ولم يعدنا، كان عنوان السلسلة الطريق إلى السقوط، وكنت بكشف فيه. كنت بروح مباحث الأداب أقعد مع البنات طول الليل. سافرت رحت المغرب ورحت بلاد عديدة. فكرة هو المجتمع بيفرز ده إزاي؟ البيت، المدرسة، الجامعة، أصدقاء السوق، الإعلام، عناصر كتير. كانت كل قصة بتحكي
ازاي انسان ممكن الدنيا تجره وتبقى فتاه ليل. تعاطفت معاهم ولا شفتهم مذنبات؟ الحقيقه اني تعاطفت معهم مع نسبه كبيره منهم، كنت بشوفهم ضحايا، ضحايا مجتمع بالكامل. نشوف الشهاده اللي جايه. يلا. الاستاذ خير رمضان بيقول ان غرامه الاول هو الكتابه بس لم يتحقق فيه، هو ده سؤال يتسأل استاذ خير رمضان، ازاي يبقى الشيء او شغفك او عشقك ان انت بتحب الكتابه ولم تحقق اكتر من 30 سنه لم تحقق فيها شيء واحد، لا على مستوى الصحافه ولا على مستوى الادب ولا على مستوى الاعلام. ده سؤال لازم خير رمضان يساله نفسه بعد المشوار ده كله. انا عملت ايه؟ انا وصلت لفين؟ انا عايز اعمل ايه؟ عدم نجاحك ككاتب هو اكبر فشل بيلحقك؟ ما هو واضح ان اللي بيتكلم ما يعرفش اساسا انا بشتغل ايه. انا الاستاذ انا بتشرف بيه اول مره، يعني انا عندي 8 كتب اذا كان بيتكلم عن الكتابه. الدار المصريه اللبنانيه، حد يعرف عنهم حاجه كتير. من الدار المصريه اللبنانيه؟ مظبوط طبعا. الدار المصريه اللبنانيه مش حاجه صغيره، توزعوا في العالم العربي. لا اكيد كله. طبعا اتعمل منهم طبعات. مقالات، انا بكتب مقالات من سنه غير اللي كنت بكتبه في وزاره الخليج، بكتب مقالات في المصري اليوم منذ نشاتها. وانا في الاهرام العربي كان عندي مقال اسمه انا، وانا مع زميلتي دينا ريان كان من اهم المقالات في التسعينيات. ابتديت مع المصري اليوم، كان عندي مقال يوم ويوم، وانضم الي بعد فتره من كتابه الاستاذ خالد صلاح. طب انت شايف، انا مش عايزه اشوف الكم، الكيف، شايف ان كتاباتك مؤثره في وقتها؟ طبعا احنا كنا عدد قليل اللي بيكتب مقالات، مش زي الهوجة دلوقتي اي حد ما بيعرفش يفك الخط بيكتب مقال. احنا كان عدد قليل جدا اللي بيكتب مقالات. انا كان في الوقت ده كان سليمان جودة، كان ابراهيم عيسى، كانت مجموعة قليلة اللي بتكتب. بس مقالات. الكتابة بتعيش. الكتابة عايشة لمن يريد، ناس كتير. هي مش بتاعت وقتها، لا استاذ محمد حسنين هيكل كتاباته عايشة وبنرجع لها. اتجمعت في كتب، اتكتبت تاني، موجودة. لكن قولي لي مين بيقول في مقال للأستاذ هيكل إلا إذا كان راح عمل دراسة أو بحث؟ يعني اللي عاوز يجي يقول موقف خير رمضان، لا في صراحة في وجهات النظر. أيوه، ما أنا بقول لحضرتك اللي عايز يدور يروح أرشيف المصري اليوم مثلا، يقول أنا عايز أشوف موقف خير رمضان من الثورة، موقف خير رمضان. حد هيرجع يقرأ كتب خيري رمضان؟ ربما الكتب بتعيش. ولا هي نعتبر إن هي مرت مرور الكرام؟ ما فيش كتب بتعدي كده. انا الكتب على فكره من يظل الاديب عاقلا حتى يصدر له كتاب، يفقد عقله يبقى عايز يطلع بدل الكتاب 2 و3. عشان كده من شويه كنت بقول لك انا نفسي اتفرغ، لان عندي مشروع روايه نفسي اقعد اشتغل عليه. عندي كتابه راجع اكتب في الاخبار قريبا ان شاء الله، في يوميات الاخبار. عندي عروض كتير للكتابه، بس جالي فتره ما كنتش حاسس اللي بكتبه ليه تاثير. كنت حاسس هو ده يبقى انت بتعترف اهو، بتقول ما هو ده اللي احنا بنتكلم أيوة فيه. ايوه، مش المشكله في كتابتي. امال المشكله في ايه؟ المشكله جدول الكتابه. اذا كان الاخرين بيصموا الاذان وبتبقى مشكلته في الكتابه انه يرجع يكلمك في التليفون. هو مش دايما الكتابه ليها جدوى؟ لابد. طيب عندما الكتابه الحقيقيه الكبيره بتغير، مظبوط؟ كانت بتغير، دلوقتي اصبح التغيير محدش بيهتم انت بتكتب ايه. يعني انت بتلوم مصر الخارج؟ كلها دلوقتي هات اي جورنان في الدنيا هتلاقي فيه 800,000 مقال ما تعرفش يعني الاسماء. يعني انت بتلوم القارئ؟ انا ما بلومش القارئ ومش بتكلم على القارئ خالص. امال بتتكلم عن المعني بالكتابه؟ اذا كنت بتكلم مسؤول، بتكلم جهات محتاج تتغير، تحس لما ما بتلاقيش جدوى. انا توقفت من ايام الرئيس المعزول محمد مرسي على فكره، يعني حالة الإحباط العام اللي جت وقفتني عن الكتابة. كان عندي مقال في جريدة الوطن وتوقفت عن الكتابة. وبعد ما مشي ما شغل التلفزيون خدني، عشان كده بقول لك طاحونة طول الوقت. فقررت إن أنا أهدى وأنظم حياتي من جديد علشان أرجع للكتابة. صرحت في أغسطس 2016 إنك مستمر في CBC حتى الاعتزال، ليه ما استمرتش؟ هقولك، ما اقدرش اقول اني ما استمرتش في CBC، لان انا لما رحت النهار ما كنتش منقول او سبت CBC. انا كنت في النهار علشان النهار هي CBC بقوا حاجه واحده. حصل فض المرش هنا، كان لازم وقفه، لا النهار هتتحول ضمن الاطار الاداري والشكل بتاع CBC اللي انا كنت فيه. مشاكل كتير حصلت مش حابب اتكلم عنها، لكن في النهايه انا ما لقيتش نفسي وقعدت مع الاخوه. طب الجمهور عايز يعرف، بما ان CBC والنهار واحد، ليه البرنامج كان واحد انفصلوا؟ ليه البرنامج ما استمرش
وراح النهار هو هو. ممكن؟ أنا بس لا، لأن أنا كنت قررت أوقف ممكن وأنا في CBC وكنت بجهز برنامج تاني خالص وأعلنت ده، وفضلت زميلة تقدم البرنامج لحد ما نخلص البرنامج الجديد. لما حصل الميرج وقعدنا نتناقش، قالك تم تيجي نقوم قناة النهار بأنك تروح تعمل البرنامج الرئيسي، يبقى خيري هنا ولميسي هنا. يعني أنت اللي ما كنتش عايز برنامج ممكن يكمل؟ لا، أنا وقفته، أنا وقفته قبل ما امشي من CBC. طب انت لما بتشوف حد تاني بيقدمه بتزعل؟ زعلت شويه، لان ما كانش المفترض انه يقعد وقت طويل، هو كنا بنتكلم في اسبوعين والبرنامج هيقف. اللي حصل ان نتيجه للازمات الماليه ما دخلش برامج جديده، ففضل هو شاغل دوره برامجيه عادي جدا، وما كانش ينفع بعد ما انا اعتذرت وقلت مش هطلع هذا البرنامج انا بقفله اطلع فيه تاني، فما طلعتش تاني. رايح على فين الفتره الجايه؟ عندي عدد من العروض، قدامي 3 عروض بالتحديد بفضل بينهم. هتسمحي لي طبعا انت في المهنه دي مش من حق ان انا اعلن دلوقتي انا رايح فين. CBC باي اطار هتكون جزء من وجودي، بس مش هي المحطه الكبيره، هي محطه كبيره، اقصد المحطه الكبيره بالنسبه لي اللي فيها انا هبقى في CBC حتما. CBC دي بتاعتي، جزء مني انا، بنيتها طوبه طوبه وكرسي كرسي، فانتمائي ليها ملوش علاقه بان ليها برنامج. انا كنت بروح CBC وبحضر اجتماعات عضو مجلس اداره لحد وقت قريب قوي، فانتمائي CBC ده موضوع منتهي ملوش دعوه. لكن في مكان تاني تقريبا قطعنا شوط كبير في التفاوض، اللي فاضل الاطمئنان على اننا احنا نقدم شيء مهني له قيمه يخدم الناس. حصتك في CBC راحت فين؟ لسه موجودة ولا لا؟ لا اتباعت. ما احنا عملنا، انا كنت من المؤسس مع المهندس محمد الامين، تقريبا انا كنت الشريك الوحيد، وبعدين انضم الينا شركاء اماراتيين، وبعدين لما علينا راس المال حصتي قلت، وبعدين في البيع الاخير بعت حصتي بالكامل، كانت 3% وبعتها بالكامل، ما عادش عندي حصة في CBC. مين ادالك كتف غير قانوني او قانوني؟ في CBC حقيقي ما حدش، لسبب عارف اللي في دماغك وقاري عينيكي. انا ما فيش اي حاجه في، ولا لا مش هصدقك على فكره، انا بحب CBC. أيوة. وكلهم اصحابي. بتحبي مين في CBC؟ كلهم بحبهم. طيب اوكي، كلهم بحبهم. لازم تثقي، واصدقاء عزيزين عليا هم كلهم عارفين. طيب اذا كنت توقعش بينا. طيب اوكي، انت اللي عايزه توقعي. لازم تثقي ان اللي اسس محمد الامين ده اخويا، فكنت اقدر ازق اي حد واحدد مين يجي ومين ما يجيش، وانا اللي بشتغل الشغلانه. فاللي انت شايفاهم في CBC انا اللي كنت بروح اتحايل عليهم عشان اجيبهم CBC. على راسهم لميس الحديدي، بعد ما وقعت في قناه ثانيه انا اللي رحت جبتها وقلت لها هتشتغلي معايا وتعالي كوني نمبر 1 هنا، وانا ارجع ورا عشان انا بحب لميس. فمفيش حد اداني كتف، لو كان حد يشتكي هيقول خير اداني كتف، لكن انا ما حدش اداني. طب مالك خدت الموضوع بحمقه قوي كده؟ انا لا بسالك. عجبني. ده مجرد سؤال. لا لا عاجبني، عاجبني بالعكس. فين الحمقه دي؟ طب تعالى نشوف الشهاده الثانيه. الموقف اللي استغربت له جدا وما لقيتش ليه مبرر خالص من خير رمضان، لما ساب شاشه CBC وراح قناه النهار. فانا كنت مستغرب جدا، وانا كنت من الناس اللي رفضوا، قلت له لا. فخيري قالوا له هتشيل برنامج اخر النهار، هتروح اخر النهار البرنامج، علشان احنا مؤسسه واحده. انا اعتبرت ان القرار ده كان قرار عاطفي من خير رمضان علشان المؤسسه نفسها، لما حصل دمج بين CBC والنهار في ذاك الوقت، خير رمضان ضحى شويه ببرنامجه وبوجوده في CBC باعتباره مؤسس للCBC. فانا اعتبرت ان ده تضحيه مبالغ فيها، وانه انا كنت ضد هذا القرار. ليه ما سمعتش كلام صديقك الاستاذ مجدي الجلات؟ عشان زي ما قالك كده، انا كنت حاسس اني بعمل حاجه للمؤسسه، ما عادش شاغلني قوي يا سمر فكره هعمل ايه لنفسي يعني، خلاص يعني. هل كان قرار خاطئ؟ ما بتفكيري دلوقتي ولا تفكيري ساعتها؟ ساعتها تفكيري ما كانش دلوقتي. خاطئ دلوقتي كان خاطئ طبعا، ما هو طالما ما وفقتش فيه هشوفه دلوقتي خاطئ. رحيلك على النهار بسبب الاجر امور ماديه واشياء اخرى، يعني إيه الامور الماديه جزء طبعا، وانا ما بلومهمش لان التعثر في كل المؤسسات. الاداره مختلفه عن ما تعودت عليه،
يعني أنا تعودت أن أشتغل في بيئة ومناخ وسيستم كنت جزء من اللي صنعوه، فكان بالنسبة لي عارف أشتغل. ثانياً كان هناك اتفاقات لم تتم، يعني في اتفاقات في الشغل أنا رايح على أساس وضع معين في الشغل ما لقيتوش. ولكن حصل موقف لما انفض الميرج كان أخلاقياً صعب أن أنا أسيب النهار في هذه اللحظة. كان سهل جداً أن أنا أمشي في تلك اللحظة أقول لهم أنا جيت على أن أنا سي بي سي فأنا ماشي، ولكن شفت أن التصرف غير أخلاقي وأن لازم أقف معهم لحد ما يتجاوزوا المرحلة دي، والنهار قناة كبيرة وعلاء الكحكي صديقي، فكنت حريص أن المرحلة دي تعدي بفريق عملي مهما كانت الظروف، إحنا مش هنمشي في الوقت ده أبداً. نشر في المصري اليوم أن أنت ما قبضتش آخر 3 شهور. لا، هو أنا ما قبضتش أكتر من كده بكتير، ضعف كده. طب صحح الخبر. أوكي، أنا ما قبضت 6 شهور واتفقنا مادياً إن هنجدولهم براحتنا، ما عنديش مشكلة معهم، يعني دول إخواتي، والمؤسسات الإعلامية كلها والتلفزيونية عندها أزمات مالية. طب يا بيحصل مش لوحدهم اللي بيتأخروا في سداد الفلوس، أغلب القنوات بتعمل كده، وأنا مقدر الظروف اللي هم فيها تماماً يعني. والفلوس ما بتخسرش الناس من بعض. عمر ما هخسرهم عشان فلوس. أكيد. نشوف الشهادة الجاية. يلا. في اعتقادي الشخصي خير رمضان لم يترك النهار لأسباب مادية فقط، وإلا على الأقل كان كمل السنة، ما قعدش المدة دي من غير برنامج ما بين ترجو لآخر النهار والبرنامج الجديد. الموضوع مش موضوع فلوس وبس، أكيد كان في أسباب تانية، يمكن فكرة التنسيق بين الأربع نجوم اللي موجودين في البرنامج ما كانتش مريحة. احنا شفنا كمان البرنامج اتغير كذا مرة، مرة كان هو ليه 4 أيام وبيكمل معاه جابر القرموطي، مرة 3 أيام لوحده ويومين القرموطي ويوم خالد صلاح ويوم دسوق رشدي. اعتقد الارتباك ده كان سبب من اسباب خروجه. استاذ محمد عبد الرحمن رئيس تحرير موقع دوت اورج. طبعا صح، ده معروف طبعا. اكيد. طيب تعليقك. انا صحيح، الكلام اللي بيقوله صحيح. مزبوط. هو كان اساسا محمد عنده معلومات كتير بحكم شغله ومتابعته، فاللي بيقوله صحيح، جزء من الأزمات. أزمة إن أنت كان يبقى عندك برنامج لوحدك وبعد كده تروح معاك 3 نجوم. ما كنتش رايح على أساس 3 نجوم، وكنت رايح باتفاق مختلف تماماً، بس الموضوع انتهى. هما زملاء أعزاء جداً وأصحابي كلهم، يعني هما ما لهمش دعوة باللي حصل. كنت رايح على أساس أنت ليك برنامج لوحدك؟ طبعاً عندي أيام أساسية وفي يومين بس ماليش دعوة بيهم، الخميس والجمعة. ما كنتش رايح للشكل ده خالص. الشكل ده من أول دقيقة كنت عارف انه مش هينجح، وقلت لعلاء الكحكي الشكل ده انا مش شايفه هينجح من اول اسبوع، انا جاي اعمل حاجه مختلفه مش عارف اشتغل. الشهاده الجايه فيها سؤال لازم ترد عليه، خلينا نشوف. ما وعدكيش. هل صحيح ان كان في دايما مشاكل يوميه في كواليس اخر النهار بينه وبين الاستاذ جابر القرموطي، واتحلت بان هو انفصل بقى في 3 أيام ويومين؟ مين شايف ان هو فرح ان هو ساب اخر النهار بالطريقه دي، ومين اتصل بيه وقال له مبروك انك سبت اخر النهار؟ شرير. اولا عمر ما حصل مشكله بيني وبين جابر القرموطي داخل البرنامج، جابر حبيبي دمه خفيف خالص. احنا كان عندنا مشكله انا وهو طول الوقت، البرنامج كان معمول طب انت تدخل وبعدين جابر يدخل في النص، وبعدين بعد ما اشتغلت زوم شكل كوميدي جدا المذيع الرئيسي يخرج وبعدين يدخل الزميل التاني يقدم الصحافه وبعدين يخرج وانا ادخل، فقالوا طيب عايز ايه؟ قلت لهم طب نخلي جابر في الجزء الاخير، جينا نشتغل لا جابر قادر يقول وقته ولا انا عارف اشتغل شغلي، كان عندنا في الاول 20 دقيقه اعلانات وجو كده فمش عارفين نشتغل. كميتك كانت ماشيه مع مين وما كانتش ماشيه مع مين؟ لا انا ما اشتغلتش مع حد فيهم خالص، انا ما قدمتش البرنامج في التوك شوز بشكل عام. في التوك شوز طبعا كميتي كانت مع عمرو اديب، انا وعمرو اديب عملنا كام سيزون مع بعض كانوا بالنسبه لي من اهم ما اشتغلت يعني. غير كده انا ما اشتغلتش مع حد ثنائيات تاني بشكل ملتزم غير تامر امين لما رحت البيت بيتك، اشتغلنا شويه بس برضو ما تقدريش تقولي ان الكيمياء كانت راكبه، احنا شخصيتين مختلفتين. بس هنا انا ما اشتغلتش مع حد، انا كنت بشتغل لوحدي. يعني نقدر نقول النهار هم المسؤولين عن فشل وليه ما تقوليش ان انا ولا مين؟ نقدر نقول مين اللي كان مسؤول عن الفشل؟ انا، لان انا قبلت اشتغل بيه من الاول، كان من الاول يجب ارفض. نشوف الشهاده الجايه. يلا بي. من الناحيه المهنيه نقدر نصنف خيري رمضان كاحد مقدمي برامج التوك شو متوسطي المستوى، ما نقدرش نقول ان خيري نجم
ما نقدرش نقول ان هو معدوم مهنيه زي بعض الناس اللي موجودين في الوسط. خير رمضان في مرحله الوسط ما بين ده وده. نقط ضعف خير رمضان، خير رمضان عنده مشكله كبيره في الفوناتكس، حقيقي محتاج تدريب على الفوناتكس. ده مش صعب على ما اعتقد، وفي حد في خبرته المفروض يكون لفت نظره او التفت نظره لهذه النقطه زي دي. خير رمضان كمان ما عندوش الكاريزما بتاعه المذيع النجم. يمكن مصر كلها ما فيهاش غير اثنين مذيعين عندهم الكاريزما دي، هو عمرو اديب ومحمود سعد. خير رمضان ما عندوش جمهور. مذيع التوك شو عاده بيبني جمهور مع الزمن مع الوقت. خير رمضان ما عندوش هذا الجمهور. فنقط ضعف خير رمضان كتير قوي لا تؤهله اساسا انه يبقى صحفي، قصدي لا تؤهله انه يبقى مذيع توك شو. تعليق حضرتك؟ ما عنديش تعليق. طب هو ده رايه، طب انا اعمل ايه؟ هقول لك لا مش خطا، ده رايه، انا بحترم رايه. انت يا شايف؟ رب يجعلنا من المتوسطين دائما. تيجي نشوف الفيديو الجاي؟ يلا يلا بينا. اللي نقى يوم 25 ده علشان الناس تخرج الشارع وعملها عملية تحريضية لكل الفئات، عملها ليه؟ يوم 25 عشان عيد الشرطة؟ علشان يحصل صدام؟ علشان دم يسيل أو حد يندس أو حد يعمل حاجة؟ اليوم اللي اتعمل علشان الشرطة ضحت بروحها في وش الاستعمار ففي ضباط ماتوا، عشان في ضباط وحشين؟ عشان في عسكري وحش أمين شرطة ما عندوش ضمير؟ ما تلات ارباع المجتمع كده. انتوا خارجين بكره علشان ايه؟ يوم 25 اللي هو عيد الشرطه علشان ايه؟ علشان نقف؟ طب ما نقف في اي يوم. الايام هتثبت لكم وهنتكلم وهنتقابل هنا تاني ان كان هناك اصابع حاولت استغلال هذه المظاهرات النهارده واصابع خارجيه. الثوره المصريه بالنسبه لي هي الحياه الجديده لابنائي، كنت بفكر ازاي اسفر ابنائي بره، اامنهم يدرسوا بره، يعيشوا بره. بس دلوقتي لكن الثورة اتعملت بالشعب المصري، ما اتعملتش بإيدين حد. 2010 توقفت عن الكتابة يأسا، مفيش تغيير. لكن الحقيقة كان المفاجئ في الموضوع ده إن الشعب ما كانش ميت، الشعب كان نايم وكانت النومة طويلة شوية. أنا شايف الثورة المصرية هي عودة الوعي. مع أني خير رمضان فيهم؟ مع الاثنين مفيش أي تناقض. لو الفيديو في جزء بقول فيه ما تنزلوا 27، ما تنزلوا 28، ليه 25 تحديدا؟ ما غيرتش اي حاجه. الثوره المصريه انا طلعت قلت كنت اتمنى ان اكون في هذه الثوره، لكن للاسف انا مش مشارك فيها. هناك ما يستحق الثوره عليه كان. طب انت رايك ايه دلوقتي؟ دلوقتي رايي نفس الراي، ما تغيرش. كان هناك في مصر ما يستحق الثوره عليه، انا لم اكن مشاركا في 25 يناير، انا محسوبا على انني فلول، رغم اني ما كنتش فلول ولكن اتحسبت لان كنت في التلفزيون المصري فقبلت. ما عنديش اي مشكله، مش مع الزمن هغير. الثوره المصريه كانت ثوره شعبيه حقيقيه، البعض استغلها استغلال سيء وحصل. اللي طلعت يوم 24 اقول لهم ليه 25 او 23، ليه 25؟ حصل ان 25 في دم سال وفي معارك حصل. انت قلت هنتقابل بعد كده في المكان ده واقول لكم على المؤامره والايادي الخفيه. الإخوان المسلمين واللي عملوه، الأمريكان ودورهم في هذه، ده لم يتغير شيء، هذا حدث. هل الشعب ما خرجش؟ الشعب خرج، الشعب خرج. كان عنده حلم تغيير، كان عنده حلم تغيير، في حد استغل حلم التغيير، في حد استغل حلم التغيير، لم يتغير شيء. كنت أتمنى أكون في هذه الثورة بعد هذا الزمن اللي الناس بيرجموا بتوع الثورة؟ أيوة كنت أتمنى أكون في هذه الثورة، لأن كان في أهلي وصحابي وناس كتير نازلين بقلبهم عايزين البلد دي تبقى أحسن. إن الضحك عليهم وإن ناس خطفوها وإن ناس ما حبوش البلد دي تبقى كويسة، ده موضوع تاني. ليه بيرجموا بتوع الثورة دلوقتي؟ لأن اللي طلع على المنصات ما كانوش ثوريين بجد، وكانوا بيدوروا على نفسهم ومصالحهم. جموع الشعب ما ظهرتش، الناس الحقيقية اللي كانت طالعة بتقول إحنا عايزين حرية وعايزين رغيف عيش، عايزين حياة اجتماعية وعدالة اجتماعية، دول ما خدوش حقهم ولا ظهر ولا حد شافهم. نحن ارتكبنا أخطاء عديدة وأنا من هؤلاء. إن احنا فتحنا ساحات الإعلام وقدمنا وجوه على إنه منادر ثوري أو ناشط سياسي وقدمناهم بأشكال مختلفة لحد ما حسوا إن هم أبطال ونجوم وسرقوا الثورة من الشعب الحقيقي. لو رجع بيك الزمن مين الوجوه اللي لا يمكن تستضيفهم تاني؟ كل اللي استضفتهم أيام الثورة 90% منهم ما كنتش هستضيفهم. مش هتقول أسماء؟ لا مش عايز أسماء. استنونا بعد الفاصل.
رجعنا مرة تانية بعد الفاصل. الفقرة دي اسمها أنا والآخرون. تمام. مين الصحفي الكبير اللي انت كنت بتكتب له مواضيع في بداية حياتك ويحط عليها اسم؟ لا مش هقول اسمه يعني إذا كان أنا ما قلتش اسمه قبل كده بدليل إنك بتسأليني بعد سنين. طب ليه؟ هيفيد في إيه برضو تجريح حد واسم كبير دلوقتي كانت الحاجة بتاعته إنه يشغل صحفيين صغيرين ويكتب اسمه ويدينا 5 جنيه يعني. بس لازم يكون في مصداقية والناس تعرف. كانت أخبار وكانت تقارير صحفية وإحنا صغيرين طلبة في الجامعة. طب ليه كنت بتقبل؟ علشان عايز ال5 جنيه يعني، مش محتاجة سؤال يعني. أنا مغترب، والدي فاهم إن أنا بدرس في جامعة أسيوط وأنا قاعد بشتغل هنا في الأخبار وما عنديش دخل، فهو ده اللي بيشتغل في أكتر من مكان فمش هيلحق يغطي عليهم، فاكتب لي يغطي لي روح أعمل بعمل بيجي في الآخر يديني 15 جنيه في الشهر. حلوين قوي يعني. بيحصل زي الأفلام يا خالد. طبعا بيحصل، طبعا حصل ومش هنكر ده. ليه رفضت تصور كضيف مع الأستاذ مفيد فوزي في البرنامج اسمح لي؟ لاعتراضي على وجود أشخاص شفت إن أنا ما أحبش أكون معهم في برنامج واحد. مين هما؟ لا ما انا قلت برضه مش عايز. خلينا بمبدا. انا عارفه، اقول لك الاسماء؟ انت حر ولا مش عايز؟ على مسؤوليتك، مش هقول لك ولا. طب البرنامج ليه ما تزعش؟ اعتقد ان في جزء من اللي انا بقوله لك كان في اسماء دون المستوى، فانت وقفت ضد اذاعه البرنامج على لا سبيسي. لا انا لا املك اقف، انا مش ما باخدش قرارات في اذاعه البرامج، وما كانش على سي بي سي اصلا خالص. البرنامج كان بتسجل متأجر استوديو في سي بي سي للتصوير، وكان معروض على سي بي سي زي قنوات عادية. كان هيتعرض على سي بي سي؟ لا مش صحيح. أنا بقول لك معلومة مش صحيح. طب تيجي نشوف الشهادة الجاية؟ يلا يلا بينا. الإعلامي اللي خير رمضان مالوش فيه مؤكد، أنا ما بحبش أقول أسماء بس هو دي معلومة يعني. الإعلامي اللي بينافق من أجل النفاق وبيطبل من أجل التطبيل و يعني مسحول تحت السجادة يعني، ما بيحبوش خالص، بيقعد يقول انا بحس بالقرف وانا بشوف الـ 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 التطبيل والنفاق اللي هو مش مطلوب، اللي هي الحكومة او الدولة مش طالباه، اللي هو متطوع. في عندنا مصطلح احنا في الاعلام عندنا او في الصحافة وفي التلفزيون والكلام ده اسمه المنافق المتطوع. الاعلامي اللي مزودها، الاعلامي الفج اللي ما عندوش ميزان يعني، لكن اسم معين يعني لا اسمح لنفسي بصراحه ان انا اقول الاسم. حبيبي يا حازم لا يسمح لنفسه، شوفي حتى اصحابي لا يسمح لنفسه. طب انت لا تسمح؟ طبعا انا ضد ذكر اسماء في اراء شخصيه طالما مش هتفيد المشاهد في حاجه بالنسبه لي خالص، انه يعرف ان ما المشاهد عارف مين المنافقين ومين اللي قاعدين يهللوا زياده عن اللازم ومين اللي معريين قفاهم قوي، عارفهم. مش لازم انا اللي اطلع اقولهم وتتحول الى معركه صغيره بينا، انا مش طرف في معارك من هذا النوع خالص. ايه تقييمك للزميل وائل الابراشي وبرنامجه العاشرة مساء؟ برضو انا اقل من ان انا اقيم زملاء يعني، دايما انا بتحرك جدا في تقييم زملاء، بشوف ان وائل الابراشي ذكي جدا، وائل الإبراشي ناجح جدا، ودلوقتي هو في مرحلة أفضل من مرحلة كان محقق نجاح أكتر، لكن ما كنتش معجب بنوعية الشغل اللي بيقدمه. أنا كخيري مختلف مع النوعية دي اللي فيها سخونة زيادة عن اللازم في قضايا قد تبدو فرعية في أولويات البلد. طب اديني آخر مثال أزعجك. لا ما أنا مش فاكر دلوقتي، بس شفت له حلقات اللي كان فيها ميزو، الشيخ ميزو، الحاجات اللي فيها خلاف فقهي، ناس قاعدة تقول كلام ما هماش علماء بجد، مين اتجوز مين ومين ضرب مين وهو بيرقص، اللي هو الشيخ ميزو اللي كان قال المهدي المنتظر اللي قال أي حاجة، الراجل اللي الدجال اللي يجب تحكمه ده اللي اسمه شاهين، اللي بيطلع يقول لك انا بقول مصر مش واصله لكاس العالم وانا النجمه نزلت عليا وانا نايم في السرير وانا بكلمهم وبيجوا من ورا ظهري، ان ده يستضاف في تلفزيون دي كارثه. ان الراجل ده يطلع ويجي يقول لك انا بتنبأ بكل حاجه ومين هيموت ومصر هتفشل فيه ومصر مش رايحه كاس العالم وبقابلوني، ويطلع يقول ده على تلفزيونات، ان انا اجيب ده؟ وائل اكبر من كده. وائل مذيع شاطر جدا وصحفي قدير وقديم، واحنا اصدقاء ونمره واحد ومولودين في يوم واحد برنامجه نمره واحد واعلى مشاهد
ما انا قلت لك لانه شديد الذكاء والمهني، هل ده لا يمنعني من ان اقول له ان انا مختلف مع مضمون بعض ما يقدمه؟ لا خالص، وبنتقابل وناخد بعض بالاحضان، عشان كده وائل انا اتكلمت عنه لان انا عارف انه واثق في نفسه. حبس اسلام البحيري يصب في مصلحه تجديد الخطاب الديني ولا لا العكس؟ لا خالص، انا لم اكن مرحبا بحبس اسلام البحيري رغم اختلافي مع افكاره، لكن ما كنت شايف الافكار لا تاتي مواجهتها بالحبس، الافكار تحتاج الى افكار. مجدد ولا مبتدع؟ ما لا ده ولا ده، يعني اسلام اعاد ما تم انتاجه من قبل باشكال مختلفه، عمل نيرف مختلف، عمل صوت عالي مختلف، لكن اديني ورق اعرف اشوفه مجدد بجد ومجدد ازاي. انا لا استطيع، عندي ازمه وانا اسف بس فرصه ان انا معاكي. اتفضل يا جماعه. الكلام عن التراث واحرقوا هذا التراث، مفيش حد بيحرق تراث، بدليل ان تراث السينما المصريه كان عندنا افلام صامته، كان عندنا افلام وحشه قوي، حد فكر انه يحرقها؟ محدش فكر انه يحرقها. الاغاني، العلم، الطب، الدكاتره اللي تطوروا، ده تراث فيما فيه ما كان يتلائم مع ازمان. تعالوا نقول التراث ده بيفضل علشان اي حد بيجي بيقول هي السكينه اتعملت ازاي، كان في مرحله اولى كانوا بيحلقوا دقنهم زمان ببتاع زي السيف قد كده قد كده بيحلقوا الدقون بيه، هل يا ترى لما اجي اقول انهم كانوا بيحلقوا بده انا محتاج اشوف ده علشان اوصل للموس الصغير. التراث يجب ان يحتفظ به في اماكن العلم لا يخرج للعامه، وانا ما سخنش العامه بان اطلعه كل شويه اقول لهم شوفوا التراث ده علشان اللي بيدرس ويكبر لاخر حاجه او يجتهد يبقى فاهم علماءنا زمان كانوا بيفكروا. من وجهة نظر خيري رمضان، دكتور نصر حامد أبو زيد، مجدد ولا مبتدع؟ مجدد مع اختلافي بقراءات المحدودة مع ما كان يطرحه. لكن طب اختلافاتك؟ كنت شايفه أنه بيبذل جهد كبير. لا كان في عنده شطحات دينية كثيرة توقف أمام علماءنا. زي إيه؟ ما أنا مش هدخل فيها، يعني أنت عايزة ترجعيني للمنطقة أنا لا يجوز لي الكلام فيها. الدكتور حامد نصر أبو زيد ما حدث معه كمان أنا رفضه تماما، لكن هو طرح تفسيرات ورؤى وأفكار كان مردود عليها من علماء كثر. طريقة الطرح، بص هناك فرق بين إن أنا أروح أماكن علم علشان أناقش علماء وأطرح أفكار وتبقى نيتي واضحة، وإني أطلع أصدم وجدان هذا المجتمع غير المؤهل بمعلومات وتفسير واجتهاد في الدين. المجتمعات ما تتحملش ده، يحصل فيها صدام، ولم يكن التعامل معاه ولا الحزبة ولا التفريق بينه وبين زوجته هو الحل أيضا. نشوف الفيديو الجاي. اتفضل. غرفة صناعة الإعلام بقت مصيبة ولا ما بقتش؟ بقت مصيبة طبعا طبعا. غرفة صناعة الإعلام ملهاش علاقة بالإعلام، دي غرفة خاصة بملاك القنوات، هي مالها ومال المذيعين. ما فعلته معي كان جريمة شنعة، ولم يكن أن يتم إطلاقا، ولولا تاني محبتي لمحمد الأمين ما ارتضيت هذا وصعدت الموضوع لأقصى مدى. هم نفسهم كل أعضاء الغرفة حاسين إنهم غلطانين، كلهم بلا استثناء كلموني يعتذروا يقولوا لي أنا كنت رافض. السيد محمد أبو العنين كله 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 كلمني قال لي أنا كنت رافض، والدكتور سامي عبد العزيز واللجنه اللي شكلوها كل اللي حصل كان خطا. وبعد كده لما حصلت خناقه بين المذيعين قدروا يعملوا اي حاجه؟ ما قدروش، بس انا مؤدب، انا قبلت. عايزين توقفوني انا موقوف ولا يهمك خالص. اتمنى ان غرفه صناعه الاعلام تقوم بدور حقيقي، لكن غرفه صناعه الاعلام مهمه جدا لصناعه الاعلام، لكن احنا محتاجين حاجه ثانيه، محتاجين الهيئه، محتاجين دور، محتاجين ميثاق بجد، محتاجين جهه زي ما بتلزمني وقاعده تراقب عليا تجيب لي حقوقي. لما ما اعرفش اقبض من قناه وترفض انها تديني فلوسي، مش انا، اي حد، تجيب له حقه من القناه دي. لما احتاج معلومات وحكومه تمتنع عن اعطاء المعلومات فاطلع اقول اي كلام ما تجيش تحاسبني، تحاسب الحكومه اللي رفضت. وعشان كده احنا مستنيين القانون بتاع المعلومات اللي موجود في البرلمان. طيب تعالى نشوف الشهاده الجايه. يلا. هسال خيري سؤال مفاجئ وبنتكلم فيه دايما، تقريبا بنتكلم فيه كل ليله. السؤال المصيري يا خيري، هنعتزل امتى؟ هنريح امتى؟
هنروح النادي ونلف في التراك، وبعد ما نلف في التراك الساعة 8 الصبح نروح ناخد صور، وبعدين نقعد في النادي في الشمس كده ونشرب لاتيه. فاكر الحلم ده اللي احنا بنتكلم فيه كل ليلة؟ احنا قلنا هنعتزل مع بعض، بس انا مش عارف هو قرار الاعتزال سهل يا خيري؟ جاوب جاوب. يا مجدي، انا شايف ان محطتي الاخيرة، انا هكمل تلفزيون باذن الله لحد ما تنتهي الانتخابات الرئاسية، نقفل السنة الجاية، نطمئن على بلدنا مصر الحبيبة اللي هتبقى احسن ان شاء الله. وبعد كده فعلا بفكر ارتاح من التلفزيون. هتعتزل في 2018؟ اخر 2018 اول 2019، يعني اقفل 2018، ممكن على اول 2019 اعتزل التلفزيون. ههتم بالصناعة، عايز اشتغل في بيزنس الصناعة. ههتم بالكتابة. ايه الحقيقة اللي خيري رمضان لازم يواجه نفسه بيها بعد مسيرته الإعلامية الطويلة؟ لكل أجل الكتاب. الحقيقة إن لكل زمان نجومه، وإن احنا يجب جيلنا إنه يتنحى ويساعد. للأسف مش لاقيين فرصة نساعد أجيال جديدة في إنها تلاقي مكان وتشتغل. جايز مش احنا اللي مقصرين، قوة الدفع من تحت ضعيفة قوي، لكن يجب ان احنا نبذل جهد عشان نمد ايدينا وناخد الشباب الموهوبين اللي يقدروا يقعدوا مكاننا ويبقوا احسن مننا. انت حاسس ان خلاص دورك قرب ان هو ينتهي؟ ما فيش حد دوره في الحياة بينتهي، بس دوري من خلال الشاشة ممكن ينتهي. انا بتكلم من خلال الشاشة. ممكن قرب قوي. شرفتني جدا. ربنا يخليك يا صبا. والحقيقه كلنا سعداء بوجودك معانا النهارده. انا اللي سعيد بوجودك. واتمنى ان انت ما تمشيش، تقعد ل 2029. يا رب. جمهورك بيحبك وعايزك. ربنا يخليك. نتمنى ان انت تقعد. مرسي، لازم نديكوا الفرصه شباب، انتوا تاخدوا كل الفرص ان شاء الله. نورتني. تسلمي يا صبا. استنوني في انا وانا جديده، اشوفكم على خير وتصبحوا على خير.